يا صباح الفل على كل المصريين اللي بيشوفونا النهارده على شاشه التلفزيون المصري من خلال القناه الاولى او الفضائيه المصريه. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم صباح الخير يا مصر. ربما اجواء العيد ما زالت مسيطره، سواء عيد الاضحى او حتى العيد الوطني الرسمي ثوره 30 من يونيو. بكره يمكن 3/7، و3/7 هو ذكرى مهمه جدا على كل المصريين، هي ربما اللي كانت يعني ايه اليوم الفاصل في تاريخ ثوره 30 يونيو. على أي حال النهاردة سؤالنا اللي موجود على صفحاتنا على الفيسبوك بعيد يمكن شوية عن القصة دي، ولكن ليه أكيد ذكريات مع كل شخص فينا. أكيد كل حد فينا كان بيلعب رياضة وهو صغير ونفسه يلعب رياضة تانية وهو كبير. أنا حديكم مثال، أنا وأنا صغير كنتش مثلا بحب الرياضات اللي فيها عنف أو فيها أدرينالين عالي، يعني كنت يعني لعبت مثلا كرة قدم ولعبت سباحة ولعبت هاندبول او كره يد، كانت رياضات مسالمه. يمكن كان في جيلي ناس كتير جدا تحب الكونغ فو او تحب التايكوندو. دلوقتي انا لو سالتني تحب تلعب ايه اقول لك احب العب شويه رياضات، احب مثلا القفز بالمظلات، نفسي جدا اخوض التجربه دي، نفسي اتسلق الجبال، بشوف الموضوع ده ممتع جدا رغم ان في مخاطر شديده جدا. نفسي العب رياضه الغوص، نفسي اغطس كتير، نفسي ألعب كيك بوكسنج، أنا والدي كان بطل مصر في الملاكمة في يوم من الأيام، نفسي ألعب يعني أستمر في نفس الوتيرة. يمكن يعني بيقولوا الوراثة في الحاجات دي مهمة جدا. الاختلافات اللي ما بين زمان وما بين دلوقتي أكيد بتدل على حاجات كتير في الشخصية. إحنا النهاردة بنلعب على القصة دي، أنت زمان كنت بتلعب إيه؟ ودلوقتي نفسك تلعب إيه؟ هل اللعبة اللي لعبتها زمان لسه عايز تلعبها دلوقتي، ولا الموضوع زي ما هو؟ يعني انت زمان عايز تلعب كوره ودلوقتي عايز تلعب كوره. اكيد بالتاكيد في ناس كتير جدا هتكون القصه دي مختلفه معاهم، واكيد في ناس هيقول لك انا بحب رياضه معينه وعايز امارسها زي ما هي. لكن الشيء المؤكد برضو ان النضج في التفكير واختلاف طريقه الحياه بيخلي الواحد يبص للدنيا بمنظور مختلف، بيشوف ان هو يمكن في عمره ما مش هيبقى فيه وقت كتير، فعايز يبقى فيه شويه مخاطره او ادرينالين، ممكن يبقى عايز يشوف ان عايز يقضي وقت ممتع، فيشوف ان في رياضه معينه. اختلافاتي ربما تكون متفقه مع اختلافات حضراتكم، وممكن ما تكونش متفقه، ولكن الاختلاف في الود لا يفسد ابدا في ود قضيه، وخصوصا في الرياضه. الرياضه زي ما تعودنا وتعلمنا في مدارسنا العقل السليم في الجسم السليم، وشفنا بتجارب كتير جدا ان الاكثر تفوقا في الدراسه كان الاشخاص الرياضيين، لان هم الاكثر استيعابا لكل المواد الدراسيه، لان ذهنهم حاضر ولان اجهزتهم كلها شغاله بنفس الكفاءه. فبالتاكيد الرياضه يمكن حتى هي اللي بيشجع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما في لقاءاته، وبيؤكد عليها حتى في لقاءاته بطلبة الكلية الحربية أو حتى لما كان في منتدى شباب العالم. على أي حال سؤالنا النهاردة اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، إيه هي الرياضة اللي لعبتها وانت صغير ونفسك ترجع ليها دلوقتي أو نفسك تغيرها في هذا الوقت؟ ده سؤال اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، منتظرين إجابات حضراتكم ومشاركتكم علشان نستعرضها طوال حلقة هذا اليوم. بنصبح عليكم مرة تانية، صباح الفل عليكم جميعا وصباح الخير يا مصر. نصبح عليكم مرة تانية، وخلينا نصبح برضو على زميلتنا دينا شرف ونروح نتعرف منها على ايه اخر اخبار الطقس في العاصمة القاهرة في باقي المحافظات، وبرضو نسألها سؤال حلقتنا النهاردة. صباح الفل عليك يا دينا، ازاي؟ صباح الخير يا مصطفى، صباح السعادة والتفاؤل على كل مصريين في كل مكان. قولي لي بقى، وانت صغيرة كنت تلعبي رياضة؟ بص، هو انا كنت بلعب يمكن العاب بس ما كنتش بستمر بشكل كبير، يعني جربت سباحه، جربت كاراتيه، لكن ما وصلتش زي ما بنقول كده لميداليات او فريق او حاجه. صدقي وانا كمان والله ما اعرفش، كانت بزهق او ماليش في الرياضه، يعني لحد دلوقتي حتى مش في اللايف ستايل بتاعي، ونفسي فعلا يدخل في حياتي الرياضه. لا طب لو دلوقتي بقى بتفكري بعد ما نضجتي وشخصيتك بقت مختلفه، ايه الرياضه اللي يعني حاسه ان هي اقرب حاجه ليكي دلوقتي؟ هتعلم السباحه، لاني ما بعرفش اعوم وبحب الميه جدا. يعني انا ببقى زعلانه قوي ان انا مش عارفه اعوم، يعني بس انا بعشق الميه فعلا وما بقاش عارفه اعوم. فلو فعلا لسه حتى من اسبوع كنت بقول انا عايزه اتعلم سباحه،
صح يعني كده. واحنا ما حدش كبر على ان هو يتعلم حاجه معينه خالص. بس اللي انا سعيده بيه ان احنا الاجيال دي بقى قدرنا بشكل كبير جدا نربي اولادنا على ان احنا نعلمهم الرياضه، وتكون الرياضه دي شيء مهم جدا في اللايف ستايل في حياتهم. هتلاقي كل الامهات عندها ميعاد التمارين والتدريبات لاولادها، دي ميعاد مقدس كل يوم بعد المدرسه او حتى في الصيف بيلعب يعني لعبه واحده او رياضه واحده او بيمارس رياضه واحده، لا ممكن كذا حاجه، سباحه وكره قدم، لحد ما بيلاقي نفسه الطفل ده او الولد في الحاجه اللي يحبها. انا فخوره باني كأم كنت كده، وكمان الامهات كمان اللي حواليا كلهم في نفس الوقت ده مواظبين عليه. يعني بالنسبه لنا التمارين دي ومعاد التدريبات حاجه مهمه ومقدسه جدا جدا زي المدرسه بالظبط. فاحنا لما نربي الاجيال اللي جايه على الرياضه وحب الرياضه وقد ايه ان هي بتمارس دور كبير جدا في حياه الفرد مننا، لانها كمان بتخليه اهدى، بيفكر بعقل، العقل السليم في الجسم السليم زي ما بنقول. خلينا بقى اخدكم من الرياضه، لكن نعرف اكتر تفاصيل عن حاله الطقس النهارده وتوقعات هيئه الارصاد الجويه. ان يشهد النهارده طقس معتدل في الصباح، حار نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري، مائل الحراره على السواحل الشماليه، شديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحراره ليلا على كافه الانحاء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 33، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 45، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 25 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. صباح عليكم مرة تانية، وبنبدأ فقرتنا بمجموعة من الأخبار اللي حصلت امبارح، منها أن هيئة قناة السويس أعلنت وصول الحوض العائم بحمولة بلغت 35 ألف طن في ترسانة بورسعيد البحرية. أما هيئة البحوث الإسلامية فقد أطلقت حملة وإنا له لحافظون، وذلك ردا على حملات التشويه المتطرفة ضد القرآن الكريم. ومنها أيضا أن الهيئة العامة للرعاية الصحية أعلنت إنجازاتها بعد 4 أعوام من انطلاق منظومة التأمين الصحي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها إن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أعلن امبارح وصول الحوض العائم فخر القناة لترسانة بورسعيد البحرية بعد نجاح عملية عبوره عبر قناة السويس ضمن قافلة الجنوب في عملية عبور خاصة مقطوراً بواسطة القاطرة بوش هاوك في رحلته قادماً من ترسانة سانغ سانغين بكوريا الجنوبية. امبارح أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف إطلاق حملة توعوية شاملة بعنوان وإنا له لحافظون، دفاعاً عن كتاب الله ضد كل توجه متطرف يطعن في المقدسات، مع ضرورة الاهتمام بقضايا الواقع والعمل على معالجتها في إطارها الشرعي. الحملة بتأتي في ظل الحملة العنصرية الموجهة للمقدسات الإسلامية، وهو الأمر اللي ترتب عليه إيذاء مشاعر المسلمين حول العالم نتيجة التعامل المتطرف ضد المصحف الشريف بما لا يليق بمقامه الكريم. امبارح أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية تقديم 24.5 مليون خدمة طبية وعلاجية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة ب4 محافظات، وده خلال 4 أعوام منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في عام 2019 وحتى الآن، ويأتي ذلك تزامناً مع احتفالات الدولة المصرية بذكرى ثورة 30 يونيو. أما جولتنا في المحافظات فقد شهدت مجموعة من الأحداث المختلفة، كان أبرزها أن حديقة حيوان مدينة الإسكندرية استقبلت 34 ألف زائر خلال أيام عيد الأضحى المبارك الثلاث. أما محافظة الشرقية فقد تصدرت مبادرة 100 يوم صحة، وده بعد خدمة أكثر من 8000 مواطن مصري. كمان مصايف مدينة جمصة استقبلت حوالي 1 مليون زائر في أيام عيد الأضحى المبارك. وعندنا أيضا الانتهاء من زراعة 70,100 فدان أرز، وذلك على مستوى محافظة الغربية. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث، أبرزها إن حديقة الحيوان بالإسكندرية شهدت إقبال كثيف من أهالي المدينة والزائرين من المحافظات الأخرى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وحيث استقبلت الحديقة أول أيام العيد 4000 زائر، وتاني أيام العيد استقبلت الحديقة 13000 زائر، فيما استقبلت الحديقة ثالث أيام العيد 17000 زائر بإجمالي 34000 زائر خلال 3 أيام.
أكدت مديرية الصحة بالشرقية أن الفرق الطبية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية تصدرت المركز الأول في عمل المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة على مستوى الجمهورية بعد تقديم 8903 خدمة طبية بمبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمواطنين بمحافظة الشرقية. أكد مجلس مدينة جمصة أنه تم استقبال 1,000,000 مصطاف لمصيف جمصة السياحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وبيبلغ عدد الشواطئ في مدينة جمصة 18 شاطئ عام كلهم بالمجان ما عدا شاطئ واحد خاص يبلغ سعر الفرد فيه 100 جنيه والأسرة 300 جنيه فقط. أعلنت مديرية الزراعة بالغربية أنه تم الانتهاء من زراعة المساحة المخصصة لمحافظة الغربية من محصول الرز هذا العام، وبلغت المساحة المنزرعة 70,100 فدان موزعين على مستوى المحافظة، وقامت المديرية بالدور الإشرافي لمتابعة أعمال الزراعة وتقديم الإرشادات اللازمة للمزارعين وتنظيم مدارس حقلية لتوعية المزارعين بالطرق السليمة للري ومتابعة الأرض طوال فترة الزراعة حتى الحصاد. شهدت محافظة أسيوط الانتهاء من 14 مشروع بالمرحلة الأولى من مشروعات الأسواق الحضرية والمواقف النموذجية ونقاط الإطفاء اللي بيجري تنفيذها تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية بقرى حياة كريمة، وبلغ إجمالي التكلفة للمشروعات اللي تم الانتهاء منها 74,983,000 جنيه، وده ضمن مبادرة التطوير الشامل للريف المصري اللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. يشهد متحف كفر الشيخ عرض 19 قطعة أثرية جديدة ضمن القطع الأثرية التي لم تعرض من قبل من روائع الزخارف الإسلامية تعبر عن الزخرفة الإسلامية عن الأواني بدءاً من عصر المماليك، وذلك وسط إقبال كبير على المتحف منذ افتتاحه في 31 أكتوبر 2020. أكدت محافظة الأليوبية أنه تم توريد 88,007.498 طن تقريباً من القمح داخل وخارج المحافظة، وبلغت النسبة المئوية للتوريد 144.3% من المستهدف، وده وسط انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلي بكافة مواقع التخزين بالمحافظة. خلينا مشاهدي الكرام نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقراتنا معكم في صباح الخير يا مصر. نصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد الجوية بتتوقع أن يشهد اليوم النهاردة طقس معتدل في الصباح والنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وبنتوقع أيضا أن يشهد اليوم نشاط رياح محدود مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والسواحل الشرقية وخليج السويس ووسط سيناء، مع وجود شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. هل بالفعل الأسبوع القادم هيشهد معانا ارتفاع شديد في درجات الحرارة، خصوصا الناس اللي بتصيف بقى خايفة جدا أن يكون في نسبة رطوبة عالية خاصة في المناطق الساحلية؟ هو طبعا مش هيكون في ارتفاع كبير في درجات الحرارة، يمكن متوقع غدا وبعد غدا الاثنين والثلاث تكون في ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة بحوالي درجة لدرجتين، لكن وجود نسب رطوبة في الجو هو ده العامل المهم جدا اللي بيزود احساسنا بارتفاع في درجات الحرارة، ده اللي بيخلينا نحس اكتر بمزيد من الارتفاع في درجات الحرارة بحوالي من درجتين لثلاث درجات عن قيم درجات الحرارة المقاسة في الظل. على سبيل المثال اليوم متوقع عظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية خلال فترة النهار، ودي تعتبر المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، هنحسها لو تكون 36-37 درجة مئوية بسبب وجود نسب رطوبة في الجو اللي بتزيد يوم عن الثاني في ارتفاع في نسب الرطوبة بشكل تدريجي، بالإضافة كمان تعرضنا المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة بيزود إحساسنا بارتفاع في درجات الحرارة، عشان كده الأجواء فترة النهار هي أجواء حارة رطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات السواحل الشمالية للبلاد، أجواء شديدة الحرارة في المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، خاصة كمان في زيادة الفترات سطوع أشعة الشمس بالشكل الكبير. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس هيحصل انخفاض في درجات الحرارة، نحس دي أكثر ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، صغرى فترة الليل على القاهرة الكبرى ما بين 23 إلى 24 درجة مئوية، أجواء معتدلة تماما خلال فترات الليل
خاصة كمان إن في نشاط نسبي للرياح في بعض المحافظات، نشاط الرياح بيساعد على تلطيف الأجواء بشكل كبير فترات الليل وساعات المساء، يخلينا نحس بنسب الرطوبة أقل. كمان متوقع فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر تكون شبورة مائية خفيفة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. الشبورة المائية دي بتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر، لكن سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس. يمكن الأجواء مستقرة بشكل كبير في أغلب المحافظات، وده متوقع يكمل معانا على مدار هذا الأسبوع إن شاء الله، لكن زي ما ذكرنا من الأول هيكون في ارتفاع طفيف في نسب الرطوبة وكمان درجات الحرارة الاثنين والثلاث، لكن مش هنحس بيه بشكل كبير لأن احنا خلاص بدأنا نعتاد على أجواء الحرة الرطبة فترة النهار في أغلب المحافظات الشمالية. مهم جدا ناخد احتياطاتنا بشكل كبير عشان ما نحسش بارتفاع درجات الحرارة، واهمها طبعا نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره من الساعه 12 الظهر للساعه 3-4 العصر. الفتره دي اللي بنسجل فيها اعلى درجه حراره على مدار اليوم كله، فبقدر الامكان لو انا موجود في الشارع يكون معايا غطاء للراس، شمسيه او كاب، اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره، ونتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، ازازه الميه تبقى موجوده في ايدي على مدار اليوم، وبقدر الامكان اكون موجود في اماكن جيده للتهويه. صحيح. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منال الغنم عضو مركز الاعلام بهيئه الارصاد الجويه عن المتابعه اليوميه معنا. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبداها من القاهره والعظمى 33، الصغرى 21، العاصمه الاداريه 34، 22، الاسكندريه 27، 20، العلمين الجديده 27، 20، مطروح 25، 18، دمياط 26، 20، بورسعيد 26، 21، الاسماعيليه 33، 24، السويس 33، 24، العريش 27، 20، كاترين 32، 14، طابة 34، 24، حلايب 34، 28، شلاتين 38، 25، شرم الشيخ 39، 27، الغردقة 40، 27، الفيوم 36، 25، بني سويف 36، 25، الوادي الجديد 43، 28، أسيوط 38، 25، سوهاج 41، 26، قنا 44، 27، الأقصر 45، 27، وأخيرا أسوان 45، 29. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس في ارتفاع طفيف درجات الحرارة ونسب الرطوبة خلال اليومين القادمين بإذن الله. زي بنأكد مرة تانية زي ما دكتورة منار إن احنا ما نوقفش أو تعرض المباشر للشمس، وكمان نشرب كميات سوائل طوال اليوم بشكل كبير، ونقعد في أماكن جيدة التهوية. هرجع مرة تانية لمصطفى علشان نكمل معاكم في قناة صباح الخير يا مصطفى. شكرا لك يا دينا. شكرا جزيلا. دلوقتي مشاهدينا جمعتنا مع ابرز اهم الاخبار اللي هتحصل النهارده، ومن اهمها ان فريق النادي الاهلي هيواجه فريق فيوتشر في المباراه المؤجله من الجوله 24 من الدوري المصري الممتاز لكره القدم. خلينا نشوف. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استئناف امتحانات الدور الأول للثانوية العامة، ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ، وده حسب الجدول المعتمد لامتحانات الثانوية العامة. النهاردة هتعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل قطارات إضافية جديدة بجانب قطارات عيد الأضحى 2023، واللي تم تخصيصها لنقل المسافرين عبر المحافظات المختلفة، ويأتي ذلك ضمن استعدادات هيئة السكك الحديدية لاستقبال كثافة المسافرين في عيد الأضحى لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع المباراة المؤجلة من الجولة 24 من عمر المسابقة، هيلتقي الأهلي مع فيوتشر الساعة 8:30 بالليل. ميداليات متعددة حققتها البطلة آية عز في بطولة العالم للأساتذة لسباحة الزعانف، واللي تم إقامتها بمشاركة 145 سباح مصري، لحد ما حصدت آية 5 ميداليات متنوعة. طبعا احنا بنتكلم عن ده غير البطولات العالمية والمسابقات المحلية الأخرى اللي شاركت فيها آية عز وحققت مراكز متقدمة أيضا. خلينا نتعرف على الكابتن آية عز في هذا التقرير، ونرجع مرة تانية نكمل كلامنا معها في صباح الخير يا مصر. ب
بمنافسة 145 سباحاً مصرياً شاركوا في بطولة العالم للسباحة بالزعانف للأساتذة، تمكنت البطلة آية عز من حصد 5 ميداليات متنوعة تمثلت في 3 فضيات وبرونزيتين، وذلك في البطولة التي أقيمت بالقاهرة. بدأت آية الاتجاه نحو الرياضة في سن 8، وكان والدها يحفزها ويدعمها حتى استطاعت أن تنضم إلى منتخب الناشئين في سن 12، وشاركت مع فريقها في العديد من البطولات الدولية مثل درامشتات وبرلين ولوكسمبورغ، وحصلت أيضاً على العديد من الميداليات والكؤوس. تم اختيارها لتمثيل مصر في بطولة الكومنولث عام 2002، والتي فازت فيها بالمركز الرابع في سباق 100 متر ظهر والمركز الخامس في سباق 200 متر صدر، وشاركت أيضاً في نفس العام في البطولة العربية بالأردن، وحصلت على المركز الثاني في سباقي 100 متر وال200 متر صدر. اعتزلت آية السباحة في عام 2006 ولمدة 11 عاماً، ثم عادت مرة أخرى عام 2017 لتلتحق بفريق سباحة الماسترز بنادي الصيد، وكان هدفها هو إنقاص الوزن والمشاركة في المنافسات، ومع ذلك اقترح مدربها عليها المشاركة في سباقات الماسترز حينها. شاركت في بطولة تونس الدولية عام 2019 وحصلت على 8 ميداليات ذهبية، وشاركت ضمن بعثة المنتخب في بطولة بلغاريا الدولية عام 2021 وحصلت على ميداليتين فضية وواحدة برونزية، وتم تصنيفها ضمن أحسن 10 سباحات عالمياً لعام 2021. لا احنا بنتكلم عن رياضة كل عضلات الجسم بتشتغل فيها، الرياضة الوحيدة اللي ربما يعني أساتذة العلوم الرياضية بيقولوا ان هي افضل رياضة للجسم، لان هي فعلا بتشغل كل عضلات الجسم، بتركزش على عضلة واحدة، لذلك تلاقي كل السباحين جسمهم متناسق، ما عندهمش حتة اكبر من حتة، وفي نفس الوقت مشدود ما فيهوش اي ترهلات، لان هو فعلا رياضة بتشد البطن بشكل اساسي. احنا معنا على التليفون البطلة آية عز، خلينا نتعرف منها ايه تفاصيل الميداليات، ايه هي المراكز المتقدمة اللي حققتها، وايضا ايه هي بطولة العالم للاساتذة لسباحة الزعانف اللي عايزين نتعرف عليها ايضا. اهلا بك يا ايه، منورانا، صباح الخير يا مصر. صباح النور، اهلا وسهلا. يعني كلمينا الاول عن البطوله الخاصه المسماه ببطوله الاساتذه لسباحه الزعانف، ما هي هذه البطوله؟ مين اللي بيشارك فيها؟ وهي خصائصها بالتحديد؟ البطوله دي تعتبر الثالثه، تشارك فيها حوالي 36 دولة من مستوى العالم، كان أمريكا والصين واليابان، فرنسا، ألمانيا، بولندا، كان في منتخبات كتير. جميل. والمفروض إن إحنا كنا ننزل كل واحد فينا 3 سباقات أو 4 سباقات، بس اللي حصل إن الحمد لله قدرت إن أنا أحقق المركز الثاني في 400 حرة، والمركز الثالث في 200، والمركز الثالث في 100. أنا كنت ضمن منتخب مصر وبيمثلوا نادي الصيد، نادي هليوبلس، نادي سبورتينج، نادي البنك الأهلي، كان عندنا سباحين مصريين كتير مشاركين في الفئات العمرية من سن 30 لغاية ما شاء الله عندنا ناس نزلت في الفئة العمرية من سن 80. من سن بتقولي من سن 30 بالظبط. بس دي حاجة كويسة، يعني يمكن رياضات تانية ما بتقفل الباب بدري شوية. لا، هي سباحة الماستر عامة سواء كان سباحة عادية أو سباحة بالزعانف هي بتبقى كاتيجورايز أو بتبقى متقسمة من 30 ل 34 ومن 35 ل 39 ومن 40 ل 44. جميل. فكل 5 سنين بينافسوا مع بعض سواء كان سيدات أو رجال. هي طبعا بتدي وبتشجع الناس ان هي تلعب رياضه، والناس اللي بتحب المنافسه ان هي تشارك في بطولات سواء كانت محليه او دوليه. كلمينا طيب عن الميداليات والمراكز اللي حققتيها قبل كده. احنا معانا عدد كبير من الميداليات يا ايه، يعني ما شاء الله عليكي، بس واضح انك وقفتي مره وبعد كده رجعتي تاني، ده برضو محتاجين نتكلم فيه. مظبوط. انا لما وقفت عشان خاطر التحقت بالكليه، كنت في كليه الالسن وكان عندي مذاكره ومستقبلي. بعد كده لما جيت رجعت تاني كنت ابتديت ان انا الانسان الرياضي بطبعه ما بيقدرش يقعد من غير رياضه لفتره طويله. حصل. فكنت عايزه حاجه تشجعني وتحمسني ان انا ارجع تاني وانتظم في التدريبات بتاعتي. ف
فالمدرب بتاعي قال لي ان طب ليه ما تنزليش بطولات الماسترز وهي دي اللي هتشجعك ان انت دايما تبقي مواظبة على التمارين. بالظبط كده. ففعلا ده اللي حصل، كنت بتمرن 4 مرات في الاسبوع ساعتها ونزلت اول بطوله، كنت طلعت الثاني على مصر في سباقات الصدر، انا تخصصي صدر وبعوم متنوعه كمان. فبعديها ابتديت بقى اتمرن بجد من بعد بطوله 2017، ابتديت اخد الموضوع بجد خلاص بشكل يومي، بتمرن 5 مرات في الاسبوع وبتمرن 2 أو 3 فتنس في الاسبوع. فالحمد لله من ساعتها وانا الاولى على سباقات ال 50 وال 100 وال 200 شطر وال 200 متنوع وال 400 متنوع. هايل. وفي سنه 2000 وفي سنه 2021 نزلت ال 400 متنوع وتم تصنيفي ضمن احسن 10 سباحات على مستوى العالم في الفئة العمرية برضو من 30 ل 34. وفي نفس السنة كنت مع المنتخب في بلغاريا، وكان عندنا طبعا نماذج مشرفة كتير سواء كنت أنا أو غيري من لاعبات المنتخب الوطني، وعلى رأسهم دكتور سهير العطار، نجوى غراب. الناس دي بتحقق بطولات وممكن كمان يكونوا حققوا بطولات عالم ليهم ترتيب على العالم في الفئات العمرية برضو اللي هو من 60 ل 64 ومن 65 ل 69. فيعني هي البطولة بتاعة سباحة الأساتذة مش جديدة، هي بقى لها مثلا ممكن نتكلم في 20 سنة، بس الاهتمام بيها من السباحين ما كانش زي ما هو موجود النهاردة. ما كناش بنمثل مصر بالأعداد السباحين الموجودة النهاردة. وفي نفس الوقت الاهتمام الإعلامي ما كانش موجه ليها، بس احنا في اخر بطوله الحمد لله قدرنا ان احنا كان عندنا تغطيه اعلاميه للبطوله العالم اللي اقيمت في مصر. انا طبعا يعني لو حكيت لحضرتك على التنظيم كان عامل ازاي والناس السباحين من على مستوى العالم كانوا بيتكلموا على ازاي التنظيم، كان حاجه مشرفه. سؤالي الاخير يا آية، تقولي ايه للشباب اللي في سنك؟ انت بعد الـ30 وربما الرياضة مش لايف ستايل أو مش أسلوب حياة عندنا كمصريين ربما غير الأوروبيين، طبعا أنت عندك دافع أو موتيفيشن أنك تنزلي في بطولات، لكن تقولي إيه ليهم، وخصوصا أن ناس كتير جدا من الرياضيين اللي كانوا بيلعبوا رياضة في سن صغير النهاردة ما بقوش، وسؤالنا كمان في حلقتنا النهاردة يمكن مرتبط بهذا الأمر. أنا طبعا بشجع الناس إن هي تلعب رياضة لأسباب كتير، أول حاجة الاهتمام بالصحة، يعني لو كل واحد مارس الرياضة لمدة ساعة كل يوم ما أعتقدش إن ده هيكون وقت كبير من يومه. صحيح، مش هيجيله أي مرض. نعم؟ مش هيجيله أي مرض لو مارس رياضة ساعة في اليوم. بالظبط، حضرتك عندك ضغوط حياة كتير والتزامات وحاجات كتير في حياتك، فإن أنت تتمرن وتشغل كل عضلات جسمك لمدة ساعة سواء كانت سباحة أو غيرها، دي حاجة هتعود عليك ان انت عمرك هيطول وان انت هتبقى المود بتاعك احسن وهتعرف تتعامل مع الناس، وبدل مثلا ما تكسل تمشي 100 متر هتلاقي نفسك لا طب ممكن امشي 400 ممكن امشي كيلو. صحيح. فعامة هي هتنعكس عليك في الصحة بتاعتك بطريقة ايجابية وهتمد في عمرك وفي نفس الوقت هتشيل من، يعني دي حاجة عن تجربة، الانسان ما بيلعبش الرياضة بيبقى عنده طاقة سلبية. صحيح. يعني مشحونه جواه. لكن لما حضرتك بتبدا تلعب رياضه بانتظام بتلاقي ان الطاقه السلبيه دي انت بتخرجها، فبتلاقي ان المود بتاعك وطريقه تفكيرك اتحسنت. صحيح صحيح صحيح، انا معاك جدا في كل اللي بتقوليه. الرياضه يعني مش هنقول العقل السليم في الجسم السليم، بس هنقول ان كل الابحاث قالت ان فعلا اللي يمارس رياضه لمده ساعه الأمر ده بيخلي مش صحته أحسن، بس ده بيحميه من كل الأمراض المزمنة اللي ممكن تيجي ليه على المستوى الطويل. شكرا لك يا آية عز الحاصلة، البطلة المصرية الحاصلة على 5 ميداليات في بطولة العالم للأساتذة لسباحة الزعانف، واللي شارك فيها 145 سباح من كافة دول العالم. دلوقتي تعالوا نتابع لقاء أجري مع الدكتور عمرو الورداني، أمين عام الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي في دار الإفتاء المصرية، وده على هامش جلسات الحوار الوطني. مسألة العنف الأسري هي مسألة في الحقيقة تتعارض مع مقاصد الشريعة الخمسة، لأن في الحقيقة الناس متصورة أن العنف الأسري هو مشكلته بس في العنف الجسدي، لكن لا، ده في أنواع من العنف الجديدة التي هي في الحقيقة تدمر نفسية الشخص
وتؤذي. يعني مثلا عندما نتكلم عن ان من مقاصد الشريعه المقصد الاول هو مقصد حفظ النفس، الناس تتصور ان مقصد حفظ النفس هو مقصد حفظ الحياه، لكن احنا مقصد حفظ النفس يشمل النفس ومساله القضايا التي تتعلق بالقضايا النفسيه. فكل ما يتعلق بالقضايا النفسيه هو داخل في مساله اني قد يصبح الانسان ميتا وهو في حال الحياه، ولذلك من احياه فكانما احيا الناس جميعا. فاحنا لابد ان احنا نسعى الى الحفاظ على نفسيه الطفل ونفسيه الاسره من اي نوع من انواع التعنيف. وعشان كده اول شيء لابد ان احنا نشير اليه ان العنف الاسري يتعارض مع المقاصد الخمسه من مقاصد الشريعه، اللي هو حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ الدين وحفظ العرض وحفظ المال. يعني مثلا على سبيل المثال من الحاجات اللي احنا نتغافل عنها، احنا طبعا مهتمين بالعنف الجسدي، مهتمين بالعنف اللفظي، كمان ممكن نتكلم عن العنف الجنسي، ممكن كمان نتكلم عن العنف، لكن في نوع من انواع العنف مهم جدا جدا وهو العنف الاقتصادي. العنف الاقتصادي ان هو واحد يمارس العنف مع امراه بان يمنعها حقها في النفقه او يمنعها حقها في الانفاق او يمنع الاولاد عن حقهم من الانفاق عليهم سواء داخل الحياه الزوجيه او فيما بعد. ده اسمه عنف، ده اسمه عنف. عندي ده داخل في مفهوم العنف. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ينفق ذو سعة من سعة فأصبحت النفقة واجبة. فالامتناع عن النفقة شكل من أشكال العنف لابد أن احنا نؤكد عليه. فهناك أنواع من العنف احنا نغفل عنها وهي أنواع من العنف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زنا وما نزع من شيء إلا شانا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره العنف بكل أشكاله، حتى أنه لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه اشتد حتى على جماد. إذن فالعنف هو من أسوأ المواقف التي ممكن أن نتعرض إليها الإنسان، لأننا لا نضمن تبعات هذا الأمر على نفسية الشخص المعنف. ولذلك أنا دائما أقول إن العنف في الحقيقة هو أكبر أداة لتشويه النفس المجتمعية. أكبر أداة لتشويه النفس المجتمعية هو العنف، لأنه في الحقيقة كيفية التفادي في الاختيار منذ البداية. طبعاً عندما يريد الشاب أو الشابة أن يرتبط أو يكون أسرة، ماذا عليه أن يفعل؟ في الحقيقة إحنا لابد أن إحنا نقول أن إحنا أحسنت الدولة المصرية عندما جعلت هناك ما يسمى بالاختبار الصحي قبل الحصول على الشهادة الصحية قبل مسألة الزواج. لكن إحنا كمان عندنا أمور لابد أن نتعلق بها. إحنا عندنا في دار الإفتاء المصرية برنامج لتأهيل المقبلين على الزواج. لابد ان برامج التاهيل المقبلين على الزواج في الجزء الذي يتعلق بمفاهيم اساسيه لابد ان تكون الزاميه. يعني في جزء لابد ان احنا نضمن، احنا لن نستطيع ان احنا في الحقيقه نقوم بشكل كبير جدا جدا بالاختبارات النفسيه لكل هذه النسب الكبيره من الزواج، هيبقى صعب جدا جدا. لكن نستطيع بشكل واضح ان احنا نجعل اجزاء او نجعل برامج التاهيل المقبلين على الزواج برامج الزاميه، ويكون الجزء الذي يتعلق بالامتناع ومكافحه والاتزان النفسي جزء اساسي في هذه البرامج. يعني اختبارات نفسيه رقم واحد طبعا بلا شك، لان في بعض الاحيان في بتبقى منذرات ولابد ان انا مثلا انا مهنتي اللي انا بعمل بيه الان ان انا مدير مركز الارشاد الزواجي بدار الافتاء المصريه. يعني انا وبكلم حضرتك انا جاي دلوقتي من حاله كان فيها عنف اسري. اللي حصل ببساطة خالص إن التعنيف لابد بيكون ليه منذرات قبل الزواج. يعني الشخص إذا كان بيحاول يعزل خطيبته عن أسرتها ده منذر بأنه سيمارس العنف. يعني في مؤشرات طبعا بلا شك بتظهر من البداية ويجب التوقف عندها طبعا بلا شك. وإحنا لابد إن إحنا ننبه على ده، يعني ننبه على إن فكرة عزل الزوج أو الزوجة عن أسرته في بعض الأحيان وطلب ده وممارسته هذا منذر من انذارات العنف، لانه في الحقيقه هو سيعزلها ثم بعد ذلك يقوم يمارس العنف معها. وبيحصل كتير جدا عندما تقول طيب كثير من المعنفات. طيب حتى تسير الحياه بشكل امن، هل بتنصح بنوع من الارشاد الدائم للزوجين طوال فتره الحياه فيما بينهما؟ انا في الحقيقه عندي يعني الارشاد عندي متنوع. احنا لابد يعني كمنهج حياه طبعا انا عندي الارشاد وعندي التاهيل لابد ان يكون بشكل دوري. يعني لابد ان الزوجين يحصلوا على تاهيل ما قبل الزواج ثم يحصلوا على تاهيل بعد خمسه من ثلاثه او سنه خمسه زواج
ثم بعد كده يحصلوا على تأهيل بعد 7 إلى 10 سنوات زواج، وبعد كده بعد من 10 إلى 15 سنة زواج لازم يحصل لهم تأهيل، لأن في كل مرحلة من المراحل اللي أنا اتكلمت عنها دي بيتغير، في أشياء بتتغير نفسيا وأشياء بتتغير مجتمعيا وأشياء بتتغير اقتصاديا في أحوال الأسرة، فلابد يحصل تأهيل. لكن الأهم من ده بقى اللي عندي هو تأهيل العائلة، تأهيل الوالدين، لأن في الحقيقة قد يكون في بعض الأحيان تدخل الوالدين بشكل كبير جدا جدا بيسبب العنف الأسري، لأن يعني النصائح أنا بسميها النصائح المتوحشة، النصائح المتوحشة من العائلة قد تؤدي إلى ممارسة العنف الأسري في داخل الأسرة، فلابد يكون كمان هناك تأهيل للعائلة. نعم، رأي الدين في الرؤية، رأي الدين في الوصاية، رأي الدين في إذا ما وقع لا قدر الله الطلاق، كيف يكون التعامل إحنا عندنا فيما بين الزوجين المنفصلين والتعامل مع الأطفال؟ إحنا عندنا الأصل أن الزواج كله سواء في بقاء الزواج أو حتى في إنهاء الزواج قائم على القيم، قائم على القيم الأساسية، فيمسكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، فلا بد أن يكون هناك ما يسمى بالإحسان، هناك قيم حاكمة لمسألة الطلاق، ونحن هناك ما يسمى، هناك من كان ينادي بالطلاق الآمن، أنا أنادي بالطلاق الرحيم، لابد أن يكون هناك ما يسمى بالطلاق الرحيم. الطلاق الرحيم لماذا؟ لأن حتى في حالة الطلاق بيبقى أشياء كثيرة جدا بعد الطلاق، وعندنا ظاهرة في غاية السوء بدأت تظهر وهي طلاق الأطفال، إن لما يطلق الزوج يطلق مش بيدرج الزوجة كمان بيطلق الأطفال، فإحنا لابد أن احنا نلتزم مبادئ وقيم تتعلق بالرحمة والخير والجمال حتى في مسائل الطلاق، ونلتزم في ده، لأن إذا لم نلتزم بده سيتحول في الحقيقة الزواج في الحقيقة سيتحول إلى وصمات كثيرة جدا جدا، كما أن الطلاق قد تحول إلى وصمات. على أي حال هنسيب حضراتكم دلوقتي مع موجز لأهم وآخر الأنباء بصحبة زميلتنا دينا شرف. شكرا لك مصطفى. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تواصل مصر تسيير رحلات جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن، وكان جموع الحجاج من غير المتعجلين قد أدوا طواف الوداع حول الكعبة المشرفة بعد فراغهم من رمي الجمرات الثلاث في مشعر منى بمكة المكرمة، إذانا بختام مناسك الحج لهذا العام. تصدت قوات الدفاع الجوي السورية لهجوم إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة حمص، ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر عسكري قوله إن القوات الإسرائيلية شنت الهجوم فجر اليوم من اتجاه شمال شرق بيروت، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن خسائر مادية فقط. أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف 322 شخصا على خلفية أعمال الشغب في فرنسا، وأفادت الشرطة بتسجيل حوادث في باريس ومارسيليا وليون. وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرارد دارمانان قد أعلن تعبئة نحو 45 ألفا من عناصر الشرطة للتعامل مع أعمال الشغب. أكدت روسيا مقتل أكثر من 200 جندي أوكراني وتدمير 5 دبابات و80 ناقلات جنود مدرعة عقب إحباط هجوم مضاد للقوات الأوكرانية قرب بخموت. ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية عن مصدر عسكري أن قوات الإنزال الجوية الروسية تصدت للقوات الأوكرانية في المنطقة الرمادية بمساعدة الطيران ومدفعية القوات الجنوبية الروسية، كما تمكنت من إسقاط أكثر من 10 طائرات بدون طيار. أوضحت هيئة الأركان العامة العسكرية الأوكرانية أن أكثر من 30 اشتباكا قتاليا وقع في جبهات ليمان وبخموت ومارينكا خلال 24 ساعة الماضية. وأضافت هيئة الأركان في بيان أن القوات الروسية شنت خلال 24 ساعة الماضية 22 غارة جوية ونفذت نحو 60 هجوما برجمات الصواريخ على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة للسكان.
أعلنت النمسا عزمها الانضمام إلى مشروع درع السماء الأوروبية الذي أطلقته ألمانيا في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وشددت النمسا في الوقت نفسه على أن هذه الخطوة لا تؤثر على وضعها كدولة محايدة. وطالب المستشار النمساوي كارل نيهامر بضرورة اتخاذ احتياطات لحماية بلاده من مخاطر التعرض لهجمات بصواريخ أو بطائرات مسيرة. ورياضيا، تأهل المنتخب الأولمبي لكرة القدم إلى الدور النصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المقامة في المغرب والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية القادمة باريس 2024 بعد فوزه الثمين على نظيره منتخب الجابون بهدفين دون رد. ورفع الفوز رصيد المنتخب الوطني إلى 7 نقاط ليحافظ على صدارته للمجموعة الثانية ويحسم تأهله لل دور نصف النهائي ويصبح قريبا من بلوغ أولمبياد باريس 2024 فيما ظل منتخب الجابون بدون رصيد من النقاط في المركز الرابع والأخير. وسيلتقي منتخب مصر متصدر المجموعة الثانية في دور نصف النهائي مع منتخب غينيا وصيف المجموعة الأولى. ختام موجز 8 فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. مرحب بكم مرة تانية وبنرجع مباشرة لسؤال حلقتنا النهاردة. ايه هي الرياضة اللي كنت بتلعبها زمان وهي الرياضة اللي نفسك ايضا تلعبها دلوقتي؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحاتنا على فيسبوك. اجابات حضراتكم كلها مليئة بالحماس ومليئة بالرياضة. ناس كتير جدا اتكلمت واتفاعلت. في ناس ربما قالت الرياضة اللي كانت بتلعبها زمان وما قالتش الرياضة اللي بتلعبها دلوقتي، وفي ناس قالت الاثنين وعملت المقارنة الجميلة اللي احنا كنا يعني مركزين عليها في الأساس سؤالنا في حلقتنا النهاردة. زي ما بنقول يعني معانا مثلا حمادة علي بيقول صباح الخير عليكم، أنا كنت بلعب كرة القدم زمان ودلوقتي مع بلوغ السن هاوي رياضة المشي. ده كلام جميل، هو يعني اتكلم في الناحيتين، وخصوصا يعني بنحييك يا حمادة ونقول لك ان رياضة المشي جميلة جدا مفيدة لعضلة القلب، وخصوصا الهرولة اللي هي ما هواش جري وما هواش مشي، دي افضل حاجة من الحاجات اللي ربما العلماء في العلوم الرياضية يعني او الرياضة البدنية بيتكلموا عنها. معاذ بيقول صباح الخير من بني سويف لقلقة الصعيد. أنا لعبت رياضة من وأنا صغير ولغاية لحظتنا دي أنا بحب ألعب رياضة، مفيش أحسن منها. الرياضة هي حاجة ممتعة بتنسيك أي هم. ده حقيقي جدا ومتفق برضو مع سؤال الأولي. محمد أبو روكا بيقول كنت بلعب كمال أجسام وأنا صغير وكنت واصل لمرحلة حلوة جدا، ولكن مع انشغالي في مطحنة الحياة ما كملتش للأسف، ولكن بنصح كل حد أنه يلعب رياضة. الرياضة حلوة بكل أنواعها. عندنا برضو جمال مختار عبد المولى بيصبح علينا من سوهاج وبيقول كرة القدم، أنا كنت بلعب رياضة كرة القدم، كنت بستمتع بلعبها ومشاهدتها لغاية لما كونت فريق أنا كنت رئيسه، ولكن للأسف نقول للزمان ارجع يا زمان، ارجع يا أستاذ جمال وكون فريق تاني مع أصحابك، مفيش مشاكل، العمر لحظة استمتع بكل لحظة فيه، حتى لو كانت هذه اللحظة يعني انك تكون فريق من اصدقائك وتلعبوا كرة قدم. على اي حال معانا اسئلة، معانا قصدي اجوبة كتير كلها بتصب في نفس الكلام. اغلب متابعينا بيتكلموا على كرة القدم، في البعض بيتكلم على السباحة، ولكن الطبيعي ان رياضة كرة القدم هي هتكون الرياضة الاهم في اجابات حضراتكم، لان هي طبعا بطبيعة الحال هي الرياضة الاهم على كل الاصعدة. خلينا نروح لفقرتنا النهارده، وربما فقرتنا النهارده زي ما بيقولوا فقره نفسيه مرتبطه بحاجه مهمه جدا، وهي يعني ثقافه الانتقاد. ثقافه الانتقاد عندنا كمصريين ربما يكون فيها شيء من الحده شويه، وربما يكون في سن معين ما ينفعش فيه تنتقد حد. بنقول ان في مجموعه من المعتقدات ومجموعة من طرق التفكير بينظر بيها الإنسان لمشاكل حياته. الطرق دي بتخليه يفسر الأمور بطريقة لا ترهقه. ممكن يعني الإنسان يمر بموقف سلبي زي إن حد ينتقدك انتقاد سلبي،
وهذا الانتقاد يخليك زعلان طول النهار. ولو انت في مرحلة متقدمة من العمر ممكن يأثر على ضغط دمك وممكن يأثر على ضغط دم عينك، وبتوصل لحالات صعبة جدا ان ممكن يحصل تطورات للعصب السابع وتطورات صعبة جدا. الناس بتقول ان انت لو نمت وانت زعلان ممكن تقوم مشلول، ده كلام معروف جدا. الانتقاد ده ممكن يأثر زي ما قلنا ايضا على مناعتك النفسية، زي ما في مناعة جسدية في مناعة نفسية، وهذا الانتقاد ممكن يخليك إنسان يائس طول حياتك. تعالوا نتعرف عن ثقافة الانتقاد في مجتمعنا الشرقي على تأثيره على مناعتنا النفسية ومناعتنا أيضا الجسدية. رحبوا معنا بالدكتور علي عبد الراضي استشاري التأهيل النفسي في جامعة عين شمس، هيكلمنا عن هذه الثقافة وهيكلمنا إزاي ننتقد وإزاي نوصل وجهة نظرنا من غير ما نجرح الآخر. بنرحب بيك يا دكتور علي، وأهلا بحضرتك في صباح الخير. صباح الخير عليك يا أستاذ مصطفى، وصباح الخير لكل المتابعين وكل متابعين القناة الأولى ومتابعين برنامج صباح الخير. يا رب تكونوا سعداء وعام سعيد اللي جاي إن شاء الله بإذن الله، وكل سنة طيبين. أهلا بحضرتك مرة تانية. هسألك سؤال ربما يكون مباشر شوية، هل إحنا كمجتمع شرقي أو كمجتمعات شرقية أو كمصريين ثقافة الانتقاد عندنا يعني فيها بعض الحدة؟ وإيه أكتر المجتمعات اللي جوه مصر يعني صعيد وجه بحري بدو فلاحين اللي ثقافة الانتقاد عندهم ربما تكون يعني أكثر حدة من الآخرين؟ تمام، سؤال مهم جدا، وخلينا نخش في صلب الموضوع. الانتقاد مؤثر نفسيا؟ مؤثر نفسيا. احنا بنفرق ما بين أنواع كتيرة جدا من الانتقاد. هل احنا عندنا المسؤولية التربوية اللي بننقل بيها خبراتنا الثقافية وخبراتنا المعرفية للجيل الجديد؟ طب هل الخبرات المعرفية دي ضروري فيها منهج الانتقاد؟ يعني مهم جدا ان انا اكون فاهم يعني انتقاد عشان اربي اولادي. طيب علماء النفس حسم الموضوع وكمان قالوا حاجة مهمة جدا، لغاية سن 9 سنين الاولاد والبنات والاطفال عموما 9 سنين ممنوع الانتقاد، لان هو ما بيفرقش ما بين انتقاد سلوكه ان انا مثلا صوتي عالي او عنيد او حصل مشاغبه معينه، فانت هنا ما بعرفش افرق ما بين انك انت انتقدت سلوكي ولا انتقدت ذاتي، فبياخد ان الموضوع ده انتقاد ذاتي لي، فيبدا يحصل له نوع من الدونيه او تكسير بدايه نواه الشخصيه بتاعته. هو لغايه 9 سنين ما تكونش الشخصيه بتاعته، بس ده بياثر في تكوينها، بيعمل عرقله للشخصيه. السؤال الأهم، هل يعني إيه بيعمل عرقلة للشخصية؟ البناء النفسي للشخصية عشان يكون نقول إن الشخص ده شخص سوي وشخص متكامل السواء وعنده نوع من التصالح النفسي ومصلح نفسه، يبقى عنده نوع من التطور النفسي، يبقى عنده قدرات تعليمية كويسة جدا، يعرف يستفاد من البرامج التعليمية كويس، ما يحصلش عنده مشاكل تعليمية، ما يحصلش عنده مشاكل نمو نفسي، يعني يفضل واقف في مرحلة الطفولة ما يروحش مرحلة المراهقة أو مرحلة الشباب، يفضل متمسك بالذكريات الماضية وطول الوقت يعيد في ذكريات الماضي، طول الوقت بيعيد في، يبقى عنده عقدة من الماضي بيكررها دايما أو ده جايز على حياته. طبعا ده جايز في مراحل متقدمة، جايز كمان ان هو طول الوقت يبقى فاكر المواقف الماضية، فاكر الأشخاص اللي كانوا بينتقدوه، فاكر صعوبة المعاملة الوالدية وتأثيرها عليه، فيبدأ طول الوقت قاعد في المرحلة دي ما بيشوفش الحياة، يفضل ممكن يكون يحصل له نوع من أنواع الإحباط، نوع من أنواع عدم المشاركة المجتمعية، يفضل منغلق، يحصل له نوع. الكلام ده في كل المجتمعات. حلو جدا، وده مش كلام صحي. وأنا ده بسألك، يعني أنت في الصعيد مثلا الشباب بيشوف يعني ربما يكون في حدة بعض الشيء. صحيح. وناس كتير حتى في المجتمع المصري مش بس في الصعيد يقول لك يعني أنا اتضربت من أبويا وطلعت راجل أو بقيت زي الفل. تمام. وساوي نفسيا. يمكن الكلام ده في المجتمعات الأوروبية ولا برضو منطبق على مجتمعاتنا الشرقية؟ منطبق على مجتمعاتنا الشرقية. خلينا نقول حتى الضرب كمان من بعد سن 9 سنين ليه طرق وضوابط معينة. وطبعا يعني أنا برضو بفرق هنا ما بين الذكر والأنثى، ما بين الشاب أو الفتاة والصبي. طيب خلينا عشان موضوع الضرب ده أخذ موضة شوية في البحث العلمي. بالظبط. واللي نقله ما نقلهوش بحذافيره، فقالنا بما إني الرجل الشرقي والعربي لو أرى ورقة بحثية مكتوب فيها ضوابط العقاب مش هيفهم إن ضوابط العقاب إنك أنت المنع من المميزات، مش المنع من الأكل والشرب، لا، إن هو مثلا لو بياخد مصروف عالي هيتقطع عنه المصروف، لو دلوقتي هو بيستخدم تمنع منه الموبايل، تمنع الموبايل منه البلاي ستيشن. بالظبط. لو في تناحى، أنا آسف في اللفظ اللي أنا بقوله، منعت الموبايل، منعت البلاي ستيشن، منعت كل حاجة ومفيش فايدة. تمام. طفل عنيد. حلو جدا. اسمه بقى كان يستخدم الوقت.
مش هيعند معاه، بس حطيت قواعد في البيت ان هو انت مش هتاخد الموبايل وانت اسبوع، لا انت مش هتاخد الموبايل على الدوام يعني بشكل مستمر، مش هتاخد الموبايل خالص، مفيش موبايل خالص. يعني هو مش بس اسبوع، لان هو بيبقى عارف ان بعد اسبوع هياخد الموبايل، لا. طيب ولازم يكون رده الفعل اللي معاقب عليها مساويه للفعل، يعني ما يكونش تراكمت الافعال والحاجات اللي هو موقف بسيط، انا ما يستدعيش انك تاخد الموبايل مني، ما يستدعيش انك تقطع الواي فاي مني، ما يستدعيش انك انت تحرمني من الخروج مع اصحابي. فهو ده الجزئيه دي لازم يكون العقوبات اللي احنا بنقولها لاولادنا مناسبه للافعال السيئه اللي عملوها، وده تحت حاجه بنسميها اتفاق. طب 9 سنين اتفق معاه من اول 5 سنين وقبلها 3 سنين تتفق معاه على اشكال العقابات نتيجه السلوكيات. النقد من الحاجات السلبيه اللي بيعاني منها الاطفال في المرحله دي، ايوه، وده اللي بيخليه يبقى هو عرضه للتنمر، هو اللي بيخليه لما يجي صاحبي يتنمر معايا يتوافق التنمر اللي حصل له في المدرسه مع الطريقه اللي والده بينتقده بيها او والدته بينتقده بيها، فهنا بيزعل يقول هو كل الناس شايفيني مش فاهم او غبي، هو كل الناس شايفيني ان انا عندي تلعثم، كل الناس شايفيني ان انا ما بعرفش اتواصل مع الاخرين. هو حتى اذا كان والدي ووالدتي اللي هم بيدعموني وبيخلي عندي ثقه في نفسي شويه وبيخلي عندي شجاعه، بيخلي عندي انفتاح للحياه، عاملين لي احباط او كابت، فبالتالي اكيد اصدقائي في المدرسه او اصدقائي في النادي مش هيوفروا لي البيئه دي، فبالتالي يبدا هنا يحصل قصور للشخصيه بتاعته. في سن معين النقد مفيد معاه، ايوه، من بعد سن المراهقه، نقدر نقول من سن 18 سنه انتقاد بعض السلوكيات بطريقه ايجابيه، وهنا بنفرق ما بين دايره الانتقاد. يعني انا من سن 9 ما انتقدش، ممنوع الانتقاد، امال اعمل ايه؟ طيب توجه، ايه الفرق بين التوجيه والانتقاد؟ التوجيه ما فيهوش فيه انك انت اخطات وانك انت سلوكك كان سلبي في الموضوع ده وانت ما كنتش بتفهم وانت ما كنتش مركز، ده اسمه انتقاد، تمام؟ اعمل ايه؟ طيب نقول له السلوك اللي انت عملته في الموقف ده ما كانش افضل اختياراتك، كان ممكن تعمل 1 و2 و3، وخد بالك المره اللي جايه انت تقدر تعمل كذا، المره اللي جايه الافضل انك تعمل كذا، المره اللي جايه الطريقه الصحيحه للجزئيه دي انك تعملها كذا، وتدي له ثقه في نفسه وتفكره بكل حاجه ايجابيه هو عملها وتشجعه وتمدحه على الناحيه الثانيه. طب ما هو برضه من منهج التربيه منهج المدح، احنا ليه استخدمنا الانتقاد وما استخدمناش المدح؟ ورغم ان المدح هو اهم جدا، هم اهم وسيله. الانتقاد هو موجود عندنا في علم النفس، بس احنا مش بنرجع ليه، اسمه العلاج بالمواجهه، انك تواجهه. ده لازم يكون الشخص راشد بالغ عاقل مدرك ان انا كده بوجهك، ولازم يكون من شخص اعتباري. يعني ايه شخص اعتباري؟ من الدايره الاولى، يعني الاب، الام، العم، الخال، تمام، هم اللي يوجهوه وينتقدوه، ممنوع اصحابه ينتقدوه او يوجهوه. المعلم بتاعه، يعني رغم ان المعلم حاجه مهمه جدا، بس لدرجه معينه في العمليه التعليميه ما ينتقدش ثقافته، ما ينتقدش شخصيته، ما ينتقدش كل مجمل سلوكياته، بينتقد العمليه التعليميه ويوجهه للجزئيه دي انه يحلها صح ويعملها بطريقه صحيحه. ده بالنسبه لمعظم المشاكل اللي بتحصل لنا من الانتقاد. بس ده ما بيحصلش، او ما بيحصلش وبتزاد في مدارسنا. يعني حاجة بتتكلم على سن ربما بيكون العقاب فيه أشد، وحتى من أساتذتنا أو من مدرسينا. الكلام ده بقوله غلط؟ والله هو الواقع بيفرض إن هو فعلا موجود بعض، يعني مجتمعنا ربما يكون غير المجتمعات التانية، بس صحيح. برضو أنا يعني حابب أسمع حضرتك. حلو، الانتقاد ويوازن الانتقاد المقارنة، وده أصعب برضو من الانتقاد، إنك تقارن شخص بشخص آخر، حتى لو أنت عندك ولدين في البيت أو حتى أنت لو معلم في المدرسة وبتقارن أحد التلاميذ الشطار اللي عندك المتميزين بالتلاميذ التانية، ممكن هيعمل نوع من أنواع الغيرة. بالظبط، وهيولد نوع من أنواع الغيرة أو نوع من أنواع الحقد، وده بيكون بداية الحقد ويكون ناقم على المجتمع. حتة إنه يكون ناقم دي بدايتها كانت غيرة، بدايتها كانت مقارنة، إنه يقارن نفسه أو يقارن مجتمعه أو يقارن المجتمع الكبير ككل بالمجتمعات الأخرى، وهنا بيبقى عنده نوع من الغضب على المجتمع اللي موجود فيه، فهذا كان أساسه هو انتقاد مع مقارنة. طبعا أدوات التربية ونماذج التربية المدرسية كتيرة جدا، بس احنا عايزين يبقى لنا النموذج المصري الخاص بنا. من النماذج المصرية الموجودة بيبقى فيها موجود فيها العقاب، موجود فيها الانتقاد والمقارنة، ولكن بالطرق الجيدة، بطرق ان هي ما يحصلش انت ما عملتش ده صح، يعني انت كان ممكن تعمله افضل،
بالظبط دي المدرسه، دي المدرسه المفروض اللي تتعامل، انك انت كان عندك طريقه والف طريقه تعمله وانت وتفكره بالحاجات الايجابيه اللي عملها. طيب الولد غير البنت صحيح، نقول نفس المدرسه ولا هنا ممكن يبقى في شكل وهنا في شكل؟ طيب خلينا نقول حاجه مهمه جدا، الولد غير البنت فعلا، لان البنات بيبقى عندهم نوع من انواع الهشاشه النفسيه، فكلمه انتقاد بالنسبه لهم ممكن تكسر الدنيا فوق دماغهم، تهد الدنيا بالنسبه لهم، لان هو ده اصعب حاجه احنا عملناها في اولادنا. المشكله ليه احنا بنمنع التنمر والانتقاد والمقارنه؟ لاني او ما نعرفش مين عنده هشاشه نفسيه ومين عنده صلابه نفسيه ومرونه نفسيه وصلاح نفسي. بعض الناس اللي شغالين في اللايف كوتش والحاجات اللي زي كده بيقول لك انا هيبقى عندك صلابه نفسيه، الصلابه النفسيه لوحدها مش هتشيل البيت على عمود، فلازم يكون عنده صلابه نفسيه، يكون عنده مرونه نفسيه. طب ايه الفرق ما بين الصلابه والمرونه؟ هقول لك دلوقتي. ولازم يكون عنده صلاح نفسي. المرونه النفسيه بستخدمها مع الدايره الاولى، الاسرتي، بابا ماما اخواتي زوجتي خطيبتي، دي لازم يكون عندي مرونه، فاتقبل منه شكل الانتقاد كله، اتقبل منه. طب حتى لو انتقاد لازع وجارح لازم يكون عندي مرونه نفسيه واستقبل ده منه. طيب الصلابه النفسيه ده لما حد بينتقد، بس ده بعد سن ال 30 مثلا، من العشرينات، من العشرينات لما تقول خلاص حصل نضج، انت نفسيا وكبرت، والدك قال لك مش عارف ايه، فانت عارف ان والدك يعني ايه خايف على مصلحتك، شايف الحياه بواقعيه شويه، فتغفر له ده وفي نفس الوقت تقول له حاضر يا حاج. بالظبط كده. فده اسمه صلابه نفسيه او مرونه نفسيه. تمام. طب الصلابه النفسيه، الصلابه النفسيه من اول سن يوم بقى، من اول سن يوم نعلم اولادنا ان اي نوع من انواع الضغط اللي بيتعرض ليها لازم يثبت وجوده، لازم يكون هو شخصيه قويه، يقدر نفسه، يحب نفسه زي ما هي بكل مشاكلها بكل مميزاتها، ويدور على نقاط القوة، الحاجة المميز فيها، بيعرف يقرأ، بيعرف يكتب، بيعرف يلعب رياضة، بيعرف يتكلم كويس، بيعرف يتواصل مع الناس كويس، يدور على أهم المميزات اللي فيه، ده بيخلي يبقى عنده صلابة في نفسه وثقة في نفسه. حتى في الاختيارات من أول يوم لازم نعلم أولادنا على عدم التردد. واحدة من الأشياء السلبية للشخصية أن يكون الإنسان متردد، ده معناها أنه هو ضعيف الشخصية. أنه أخذ رأيك يا أستاذ مصطفى في لبسي، أخذ رأيك يا أستاذ مصطفى في اختياراتي، حتى في خطوبتي، حتى أنا ممكن أعطل الخطوبة سنتين علشان أخذ رأي اللي حواليا في اللي هخطبهم مثلا، هم راضيين ولا مش راضيين بالضبط، معاد الفرح بتاعي واقف على رهن أن اللي حواليا يوافقوا. يا حبيبي أو يا حبيبتي، ده فرحك أنت مش فرح اللي حواليك. اختيار الموبيليا بتاعت الأساس بتاعي، وللأسف الشديد يعني كان دكتور عادل صادق عنده كتاب اسمه أستاذنا كل طبعا، كلنا ايه، كلنا مرضى نفسيون، ده حقيقي. وهو كتكلم يعني عن المجتمعات الشرقية عموما عندنا ما فيهاش التربية النفسية والتنشئة النفسية السوية. صحيح. وده بيأثر بقى يعني علينا ايه، ليه انا ذكرت الصلابة النفسية والمرونة النفسية والصلاح النفسي؟ هم دول نواة المناعة النفسية. لما بيحصل انهيار المرونة أيوة، والصلاح النفسي، ده البحث بتاعي. ايه بقى الصلاح النفسي؟ الصلاح النفسي، مش احنا دايما في نظريه بيولوجيه بيقول لك البقاء لايه؟ للاقوى. البقاء للاصلح. الاصلح. اما لو كان الاقوى كان الديناصور فضل عايش. ايوه. هو كان اقوى واحد، كان فضل عايش، لكن الاصلح ان الحياه تستمر. فالصلاح النفسي ان هو يكون مصلح لنفسه ومصلح للاخرين اللي حواليه، فيبدا يصلحهم، يبدا يصلح من نفسه، ان انا قد اكون في فتره من فتراتي اختياراتي كانت غلط، فلازم اصلحها. كنت زمان بختار نوعية أكل هي اللي عملت لي نوع من إن أنا خلت وزني يبقى زايد، فلازم أصلح من اختياراتي طول الوقت، وده الأفضل في 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 الإصلاح النفسي. تكون ردود أفعالي فيها نوع من الصلاح ليا والاختيارات المستقبلية. أيه. الشكل من أشكال اللي بنسميها إحنا العلاج النفسي المستدام، إن يكون هو صالح للزمن ده وصالح للأزمان اللي جاية كمان، اللي هو زي ما قال سيدنا علي بن أبي طالب، ربوا أبنائكم ليوم غد. يوم غد دي هو الصلاح للوقت الحالي، وصالح كمان ان ابني ده لما يجي يقود المسيره في المستقبل. صحيح. يكون صالح وعنده توافق مع المستقبل، مع مجريات العصر، مع التغير، مع الجمهوريه الجديده. صحيح. يكون مستوعب ده كله. صحيح. طيب اذا اجمالا زي ما كده بنقول، من سن 9 سنين ولد او بنت ما ينفعش تنتقد بشكل مباشر ولا قرضه، لازم تنتقد بشكل غير مباشر وتجيب الموضوع في صورة حديث. صحيح. انت ما عملتش ده افضل حاجة، كان ممكن نعمل ده، ومبقاش الكلام قدام الناس، وما تقارنش حد بحد. ممتاز. من بعد 18 ممكن تنتقد
ولكن بمعايير. صحيح. من بعد 20 ممكن تنتقد وممكن الشخص اللي قدامك يستقبل. صحيح. ليه بعد 20؟ إجمالا روشتة للأسرة المصرية أو للأب والأم أو للطفل اللي بيستقبل أو الصبي يعني اللي بيستقبل هذا الانتقاد. المناعة النفسية هي مجموعة حاجات قلناها، اللي هي الطلبة النفسية يكون عنده ثقة بنفسه ومرونة أنه يتقبل توجيه الآخرين، وأنه كمان أنا ما أقدرش أحمي ابنك من التنمر لأن التنمر ده موجود في المجتمع أو واقع في المجتمع، لكن كل ما كان عنده صلابة ومرانة ومرونة نفسية وعنده صلاح نفسي يتخطى الجزئية ده. ده رهن إيه؟ لما تكون الأب والأم عندهم مسؤولية تربوية حقيقية. ابنك مش زي ما انت عايز، ابنك زي ما انت عايش. لو انت متقبل نفسك زي ما انت، حابب نفسك زي ما انت، حابب اختياراتك، ابنك هيقلدك. التربيه حب، شويه معلومات بسيطه على التربيه، قدوه، وانت لازم تكون قدوه حسنه. ربي اولادك بالحب، ما تحاولش تنتقدهم ولا تقارنهم لان ده ممنوع. حاول تمدح كل السلوكيات الايجابيه اللي هو بيعملها. المكافاه بتبقى بضوابط وشروط. فهموا طبيعه الحياه، أولادنا بيفهموا من بعد سن سنة، بيفهم يستوعب الحياة ويبدأ يسجل كل المعلومات بأي نوع من الطريقة أو بأي نوع من الكلمات هيبدأ يسجلها. حاول تقدم لأولادنا النماذج الإيجابية في المجتمع، حاول تخليهم يشوفوا النماذج الإيجابية وشجعهم على ده. التشجيع مهم جدا في عملية التربية. الطبطبة والحنية والحوار، الحوار الحوار مهم جدا. كل ما كان أولادنا بيتكلموا معنا وبنسمعهم وبيسمعوا طريقة كلامنا وبيشوفونا واحد بنتكلم، ده هيفيدهم قوي، هيخلي المسافات تتقرب. بنسميه احنا القواعد، قواعد في البيت، الرولز أو القواعد المتفقة عليها بشكل ديمقراطي، ده هتفيد قوي عملية التربية. وخد بالك لو انت شخصيتك ضعيفة أولادك هيقلدوك وتبقى شخصيتهم ضعيفة. التردد مش أفضل الحاجات في النفسية، هيبقى سلبي جدا، حاول تبعد عن التردد. الانتقاد زي ما انت قلت يا استاذ مصطفى ليه معايير وضوابط. من معايير وضوابط الانتقاد ده انه ما لا يمس شخصيته، لا يمس لون بشرته، لا يمس شكله وتكوينه الجسمي، انتقد سلوكه معايا نوجه له. زي ما انت اشرت ان كان ممكن عندنا بدائل نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا. وقليل من الانتقاد كل 3 شهور مفيد للاطفال في سن 9 سنين. طب اعملها ازاي؟ عشان كده احنا بنلغيها، لان هو لما بيكبر ممكن يتعرض للانتقاد في المدرسه، يتعرض للانتقاد في الجامعه، يتعرض لانتقاد في العمل. فلو هو عنده هشاشه نفسيه وما عندوش صلابه نفسيه، اول ما مديره يرفض تقرير ليه او يرفض شغل ليه هيبدا يحصل له نوع من الاحباط. صحيح. والاكتئاب، يروح للتدخين او لقدر الله لحاجات ثانيه اصعب من التدخين. صحيح. على اي حال يعني انت حضرتك يعني وصلت المعلومه، اعتقد المعلومه واضحه لكل الناس. ده حقيقي. الناس فيما يعشقون مذاهبه. الاسره المصريه طبعا بطبيعه الحال ليها الوان مختلفه من التعامل، بنشوف اشكال كتير جدا من ده. لكن الضوابط في عمليه الانتقاد ضوابط مهمه لابد. صحيح. ان يراعيها الجميع حتى يعني لا ايه يؤثر ذلك على إفراط الصحة ولا تفريط. النفسية أو يعني التعب النفسي الوسطية. صحيح. لا إفراط ولا تفريط في عملية التربية من. صحيح. أفضل المناهج. صحيح. شكرا لك يا دكتور علي. دكتور علي عبد الرادي استشاري التأهيل النفسي في جماعة عين شمس، نورنا وشرفنا في برنامجنا صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا عليك. شكرا جزيلا. تحياتي. فصل سريع ونرجع نكمل فقرتنا معكم، خليكم معنا. بنصبح على حضراتكم ودلوقتي جه معنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة برئاسة عامر حسين انتهاء بطولة الدوري الممتاز يوم 26 يوليو بشكل رسمي بعد ما تم الاستقرار على مواعيد المباريات المتبقية من المسابقة. وبتنتهي المسابقة بمباراة الأهلي والمصري على ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم 26 يوليو على أن يفتح القيد بعدها مباشرة. منتخب مصر لشباب السلة تحت 19 عام نجح امبارح في تحقيق أول انتصاراته في بطولة كأس العالم أمام منتخب لبنان بنتيجة 78-77. نادي روما الإيطالي أعلن تجديد تعاقده مع ستيفان الشعراوي صاحب الأصول المصرية ليستمر مع فريق الذئاب حتى 2025. النجم الأسباني سيسك فابريغاس لاعب أرسنال وبرشلونة وتشيلسي السابق أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، وهيتخذ خطوته الأولى في التدريب في نادي كومو في دوري درجة تانية الإيطالي واللي كان آخر محطاته في الساحرة المستديرة كلاعب.
نادي انتر ميلان الإيطالي أعلن بشكل رسمي ضم الفرنسي الدوري ماركوس تورام إلى صفوفه في صفقة انتقال حر. اللاعب المميز البالغ من العمر 25 عاماً وقع العقد مع النادي لمدة 5 أعوام. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لمصطفى علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دين. في الحقيقة احنا بنراهن على جيل الغد، وبنقول ان منتخبنا منتخب مصر الأولمبي حجز صدارة المجموعة الثانية بعد ما فاز امبارح على منتخب الجابون بنتيجة 2-0 في إطار الجولة الثالثة من بطولة أفريقيا. منتخبنا الأولمبي كده اتأهل لمواجهة منتخب غينيا يوم الثلاثاء القادم في الدور نصف النهائي. تفاصيل كتير عايزين نعرفها عن منتخبنا الأولمبي وعن هذه البطولة وعن الجيل القادم اللي ممكن نراهن عليه ويبقى يعني بعد شهور قليلة وربما بعد سنوات قليلة في منتخبنا لكرة القدم. عن هذه المباراة وعن إدارة ميكالي للمباراة بطريقة صحيحة وإيه هي حظوظنا في الفوز بالبطولة أو في حجز مقعد للأولمبياد، خلينا نتكلم بشكل أكثر تفصيلا من ضيفنا الناقد الرياضي الأستاذ سامح سمير اللي منورنا النهاردة في استوديو صباح الخير. أهلا بيك يا أستاذ سامح، وبالتأكيد ألف مبروك للمنتخب المصري أو منتخب مصر الأولمبي اللي بنراهن عليه وبنقول إنه هو يعني نواة لفريق عظيم حقق بطولات كتيرة وشايف فيه نجوم بالفعل صاعدين نقدر نراهن عليهم مستقبلا. إيه رأيك في القصة دي؟ في البداية طبعا صباح الخير عليك مصطفى، وصباح الخير على السادة المشاهدين، كل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا أيام مباركة بعد عيد الأضحى خلاص. طبعا مبروك منتخب مصر امبارح الأولمبي، يمكن خلاص نور بقى امبارح. امبارح أيوة. يمكن حط رجليه كده على بداية السلم، لأن المباراتين اللي قبلها أمام النيجر وأمام مالي ما كانتش بالمستوى اللائق قوي، كان في يمكن سلبيات كتير، كان في يمكن علامات استفهام كتير، كان في يمكن تواضع في الأداء كتير، كنت بتحاول تتقدم كده مباراة تلو الأخرى قدم لقدم أخرى لحد ما امبارح الحمد لله. يمكن أول مباراة 0-0 ضيعت فرص كتير أمام النيجر، ثم مباراة مالي 1-0، ثم بالأمس أمام الجابون هدفين ولا أحلى لمحمود صابر وأسامة فيصل من ركلة جزاء. امبارح الحمد لله منتخبنا وصل بقى للفورمة اللي نقدر نقول اللي ممكن تقابل غينيا بشكل محترم، ثم أتوقع إن شاء الله مصر والمغرب في المباراة النهائية. يعني المدير الفني المنتخب الأولمبي ميكالي، إيه رأيك فيه؟ هل بالفعل حاطط خطط حقيقية تقدر تتواكب أو تتناسب مع لاعبينا خلال هذه المباراة؟ شوف، هو ميكالي طبعا واضح أنه هو عامل شغل على الأرض بشكل كويس، يعني مش عايزين لا نقول أن الراجل لسه قدامه، يعني لا نقول لا ما عملش حاجة ولا نقول أنه هو عمل المعجزات. لسه ميكالي برضو بيثبت قدميه مع المنتخب الأولمبي، لسه بيحاول حسب خطة تطوير اتحاد الكرة على مستوى المنتخبات بداية من فيتوريا مع المنتخب الأول وحتى ميكالي والمنتخبات بقى بكافة أشكالها. فميكالي بيحاول ان هو يثبت ذاته كمدير فني برازيلي يستحق الإدارة الفنية للمنتخب الأولمبي، وبيحاول ان هو يعمل كده خطة تطوير او خطة زمنية بالحصول على كأس أمم الأفريقية ثم التأهل لأولمبياد باريس طبعا 2024 اللي بنتمنى طبعا مصر دائما وابدا ما بتحجز مقاعدها في كافة اللعبات سواء كان الفردية او الجماعية في الأولمبياد. ان شاء الله يكون ميكالي موجود. فالراجل بيسعى على قدم وساق ان هو يقدم منتخب كويس. يمكن ظهر ده او جينا نتفرج كده بعد كاس الافريقيه لو نحلل ونتكلم، اول مباراه امام النيجر انت حاولت وصلت للمرمى اكثر من مره، انت بتنجح في خلق الفرص ولكن انت عاجز تماما عن التهديف، فانتهت المباراه بالتعادل السلبي. في مباراه مالي يمكن كان الاداء احسن شويه، قدرت انك انت تبتدي المباراه بشكل هجومي ضاغط محترم جدا لحد ما ابراهيم عادل نجم المنتخب حط هدف ولا احلى من صاروخيه ولا اروع في شباك منتخب مالي، ولكن كالعاده بتصل للمرمى وتضيع منك الفرص بشكل ساذج، وهفضل اقولها محدش يزعل لان ده بيحصل. نقص الخبرات واضح، الخبرات الدولية ناقصة بشكل واضح، اللعيبة لسه صغيرة في السن، الطموح طبعا كبير جدا، ولكن اللمسة الأخيرة انهاء الهجمات الفينش التيكي تاكا اللي بيتعمل كده في منتخب مصر في النهاية بتلاقي بتنتهي بشكل غريب جدا. طب كان ممكن تكسب 2-3-4 أمام مالي ولكن في النهاية طلعت بهدف نظيف وحيد أعزل. في مباراة الأمس
انت كنت حاسس ان المباراه صعبه، كنت خايف من النايجر اللي هو 4 نقاط ممكن يوصل لك. طبعا مالي خلاص خلص الحكايه ووصل هو واخد حجز المقعد الثاني وهيلعب امام منتخب المغرب، وكل التوفيق طبعا للاشقاء المغاربه العرب ان شاء الله ان هم يواجهونا في المباراه النهائيه. فقدرت امبارح انك انت تتعامل مع صعوبه المباراه وعناد المنتخب الجابوني ان هو بيقفل دفاعاته، وزنت ما بين الدفاع والهجوم، وصلت لمرمى ثم نجحت بقى بعد يعني ما طفح الكيل كده كالعاده برضو انك تحرز الهدف الاول من يعني هاتو خد كده او صاروخيه ولا احلى من محمود صابر طبعا لاعب منتخب مصر، ثم ركله الجزاء اسامه فيصل بعد كده تيكي تاكا او 1-2-1-2 ما بين اسامه فيصل ومصطفى سعد ميسي. فنقدر نقول ان منتخبنا بيطلع مباراه تلو الاخرى، بيضع قدميه في كاس الامم الافريقيه عشان بس ما نفرطش في الامل قوي، ما نفرحش قوي بمنتخب مصر. طبعا انت تتفائل تنبسط بالنتائج، انت متصدر المجموعه، يعني اللي بيسمعني يقول لي يا اخي انت بتتكلم واحنا متصدرين المجموعه. لا احنا عايزين افضل شيء، احنا عايزين الافضل. انت منتخب مصر، انا عايز اغير ثقافه الناس، انت كبير، انت كبير افريقيا، انت عالم في او انت تاريخ في كره القدم الافريقيه. لا والعيال دي المنتخب ده كويس، لا المنتخب ده كويس بس جدا، بس شباب صغير وامنين كانت ممتازه جدا بدايه، بس احنا عايزين الافضل. طبعا بدايه من حمزه علاء حارس مرمى النادي الاهلي اللي هو الحارس الرابع في النادي الاهلي، مقدم مستويات رائعه جدا مع منتخب مصر. جاي لك في اللاعبين، ولكن انا احنا اتكلمنا عن التكتيك، كلمني عن التغييرات اللي قام بها ميكالي. طبعا امبارح كان في تغييرين كانوا واضحين جدا في المباراه. يمكن اول تغيير طبعا هو اعتمد على محمد مغربي في خط الدفاع طبعا امبارح بدل من احمد عيد اللي كان واخد انذارات، فاضطر ان هو يعتمد عليه. ده كان اول تغيير. ومحمد طارق جه كظهير ايمن في وسط الملعب، طبعا اعتمد على محمود جهاد بدل من محمد شحاته. فدول كانوا تغييرين واضحين جدا. ويمكن نزل كمان في الشوط الثاني بمصطفى سعد ميسي، قدر يؤدي بشكل افضل مع اسامه فيصل واحرزوا الهدف الثاني بعد صاروخيه محمود صابر. التغييرات كانت قليله امبارح، بس قدر ميكالي ان هو يعمل مباراه، وصلت للنتيجه اللي انت عايزها بهدفين طليق باسم منتخب مصر امام منتخب الجابوني، واحرزت الثلاث نقاط وتصدرت المجموعه. طيب اللاعبين بقى لو حللنا، مين اللي بترهن عليه وتقول ان هو هيبقى في يوم من الايام نجم منتخب مصر لكره القدم؟ لا في كتير طبعا، يمكن انا كنت بقول ولا زلت انت شايف بقول المنتخب ده الافضل ما بين المنتخبات السابقه في المنتخبات الاولمبيه، بتكلم بتاع 23 سنه. هو دائما وابدا المنتخب الاولمبي ما بيبدع في التصفيات وبيبدع في الاولمبيات وبيحاول ان هو يصل. ومش هننسى طبعا تاريخ منتخب مصر في الاولمبيات، قضينا بشكل كويس، لكن دايما كنا بنقف عند مرحله معينه، دايما كان بيبقى نفسنا في الافضل، لانك بتقابل منتخبات عاليه جدا في امريكا وفي اسيا وفي اوروبا، فبيبقى صعب انك انت تتواجد في المكان اللي انت بتتمناه. ولكن على مستوى القماشه اللي موجوده دلوقتي في المنتخب الاولمبي، انت عندك وجوه صاعده واعده بكل ما تحمله الكلمه من معنى. انا مش بجامل لاعبي منتخب مصر، بالعكس يمكن بدايه كلامي كان فيه هجوم او ان الاداء متواضع او يمكن النتائج كمان متواضعه جدا لا تليق بمنتخب مصر ونفسنا في الافضل، ولكن انا مراعي ان لسه ميكالي بيحط رجليه على الارض، مراعي ان اللعيبه دي لسه انت بتلمها وبتفهمها وبتعرفها يعني ايه تيشرت منتخب مصر، يعني انت رايح تلعب باسم مصر في كاس امم افريقيه، يعني انت رايح الاولمبياد. طبعا مش سهل جدا حتى لو كانوا هم لعيبه الاهلي والزمالك. مين بقى اللعيبه دي بتروح عليه؟ طبعا حمزه علاء ممتاز جدا في حراسه المرمى، يعني الاهلي اكيد مبسوط بيه، اكيد فرحان بيه. حمزه علاء ممتاز في حراسه مرمى منتخب مصر، امامه مستقبل ولا احلى، انا متوقع ده ان شاء الله، لان الاهلي بيعرف ازاي يربي لعيبته. فحمزه علاء حد ممتاز جدا. حسام عبد المجيد طبعا في خط ظهر منتخب مصر ممتاز جدا. محمد طارق ممتاز جدا. حاتم سكر ممتاز جدا. انت هتلاقيني بقول لك انت قلت الفريق كله، كلها. محمود صابر طبعا امبارح جايب صاروخيه ولا احلى لعب بشكل، انت قلت الفريق كله. مصطفى سعد ميسي امبارح، اسامه فيصل لمساته هايله، ابراهيم عادل كان ولا احلى في مباراه يعني مالي. هو التخطيط والتكتيك اللي عليه ملاحظات، ولكن اللعيبه فيها نواه لنجوم حقيقيين يقدروا بعد كده يشيلوا اسمهم. دي حقيقه فعلا، يمكن ده اللي انا بتمناه. يعني طبعا انا شايف قماشه على الملعب عندهم عيب خطير جدا في انهاء الهجمات زي ما قلنا، عندهم عيب خطير جدا ده في منتخب. ده منتخب ده, ده 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 المدير الفني ده لا ده اداء لاعبين، المدير الفني ليس له علاقه، المدير الفني حط التشكيله وخطه اللعب وطريقه الاداء اللي بتوصلك للصندوق بتاع المنافس، انت وصلت، لكن اهدار الفرص طبعا ده امكانيات لاعبين، خبرات لاعبين، سن لاعبين. ففي النهايه اللعيبه دي مطالبه. طبعا هو قعد معهم قبل مباراه الجابون،
اتكلم معاهم في فكره انك انت ازاي بتضيع الفرص بهذا الشكل في مباراه النيجر ومباراه مالي، فكان من الطبيعي انك انت تلاقي الاختلاف امبارح برضو ولو بقدر ليس بقليل ولكن كان من الطبيعي انك انت تلاقيه بشكل مختلف بالامس. ولكن في النهايه انا شايف ان اللاعبين دول بينقصهم لمسات بسيطة جدا وهيصبحوا لاعبين كبار. صحيح. ولكن نديلهم الفرصه سواء على مستوى المنتخبات ان شاء الله انهم يخشوا المنتخب الاول او على مستوى الانديه. ما انا مش هفرح لما الاقي النهارده سين من اللاعبين عشان ما فيش نادي بعينه يزعل يرجع النادي يقعد على الدكه. استفيد بيه وغامر بيه واديله الفرصه وطور امكانياته. صحيح. واديله الثقه بنفسه عشان يقدر يمثل منتخب بلاده. قبل ما اخش على الـ يعني المباريات الاخرى، حظوظنا ايه في البطوله الاولمبيه في افريقيا؟ يعني حظوظ المنتخب المصري او المنتخب المصري الاولمبي في هذه البطوله عامله ازاي؟ نقدر ناخد هذه البطوله؟ خلينا نفهم الناس الاول ايه اللي بيحصل، يمكن الساده المشاهدين عايزين يفهموا مين اللي هيتاهل الاولمبياد. طب احنا فرصنا ايه للتاهل للاولمبياد؟ ده اللي يهمهم بشكل اكبر. طبعا يهمنا ان احنا نحصل على بطوله امم افريقيا ان شاء الله. الحظوظ بالنسبه لبطوله امم افريقيا ان شاء الله مش عايز اقول انها مستحيله، ولكن هي متاحه. أي. ممكنه، الاماني ممكنه. ليه؟ انت هتواجه ان شاء الله منتخب غينيا، منتخب قوي جدا، منتخب عنيد جدا، وقدر ان هو يتفوق على منتخب غانا حتى ولو بنفس عدد النقاط، ولكن هو تاهل في المركز الثاني بعد منتخب المغرب. ان شاء الله تعدي مباراه غينيا، ده توقعي باذن الله. لو قدرت انك انت تطور مستواك، قدرت تستفيد من الاخطاء وتعالجها، قدرت تعالج قصه انك تستفيد بالفرص في اللمسه الاخيره على مستوى اللاعبين وخط هجوم منتخب مصر، اذا ما نجحنا في الوصول بمنتخب المباراه النهائيه اللي انا متوقع يكون فيها طرفها المغرب صاحب الارض والجمهور والمنتخب اللي بيقدم اروع مستوياته. 9 نقاط يا حبيبي. صحيح. 9 نقاط الراجل، العلامه الكامله. فان شاء الله مصر والمغرب يكون في المباراه النهائيه. كيف تتوقع المباراه النهائيه؟ سيناريوهاتها كلها متاحه، تقدرش تتكلم يعني فيها يعني مصر والمغرب في المباراه تماما ان شاء الله ان شاء كبير. الله ان شاء. صحيح. الله تكون في النهايه. ولكن بالنسبه على مستوى الاولمبياد الناس لازم تبقى فاهمه. أي. انك انت بيتاهل اول ثلاثه منتخبات من البطوله، الاول الثاني الثالث وبيروحوا باريس، ثم الرابع بياخدوا صاحب المركز الرابع. أي. بيلاعب صاحب المركز الرابع في اسيا، نوع من انواع التاهل للاولمبياد بشكل مختلف. بتاخد الرابع من اسيا مع الرابع يعني من افريقيا، يعني ان شاء الله نشوف منتخبنا الاولمبي ان شاء الله. يعني اعتقد بقى ان عيب قوي انك انت تخسر المباراه القادمه. صحيح. وتخسر في مباراه، يعني حتى انت لو خسرت المباراه اللي جايه هتلعب على المركز الثالث والرابع، ده طبيعي. حتى لو خسرت في الثالث والرابع هتقابل. صحيح. بطل اسيا. فاعتقد يعني. صحيح. لو خسرت يبقى انت ما تستاهلش تروح. صحيح. البطوله ان شاء الله نكون موجودين في الاولمبياد. هنروح للاهلي وفيوتشر، شايف مين اقرب للفوز بهذه المباراة خلال ساعة هذا اليوم؟ طبعا هي مباراة قمة، خلينا نتكلم برضو ندي فيوتشر حقه. هو بيراميدز تاني الدوري، تالت الدوري هو فيوتشر. فيوتشر فريق عنيد جدا، فريق قوي جدا، عنده توليفة من اللاعبين ممتازة ومحترمة. الكلام ده مش كلامي، الكلام ده النتائج اللي عملها فريق فيوتشر، انه وصل للمركز الثالث وبيصارع مع نادي الزمالك ان هو ما يخليش الزمالك يشوف المركز الثالث تماما، ونفسه يصل للمركز الثاني وان كان ده صعب بامكانيات وقدرات بيراميدز. وخلاص باقي 3 مباريات، فمن الصعب جدا ان هو يصل لعدد نقاط بيراميدز، وبيراميدز مش هيسكت على هذا الامر. طبعا الاهلي متفوق، الاهلي متصدر، الاهلي جعان بطولات. الاهلي وحش البطولات هذا الموسم، خسر الدوري المصري الموسم اللي فات، خسر السوبر، خسر كاس مصر، خسر دوري ابطال افريقيا. فهذا الموسم الاهلي عادة لترتيب الاوراق، مش عايز اقول عادة لينتقم عشان الناس تزعل والسوشيال ميديا بيستغلوا هذا الكلام، لا الاهلي عادة لرد الاعتبار. فحصل على دوري ابطال افريقيا. أي. حصل على الدوري نظريا وعمليا، انا بقولها طبعا اللي مش شايف يشوف، ده بالتاكيد. أي. الاهلي خلاص فاز بالدوري المصري، كاس مصر، السوبر المصري، طبعا السوبر الافريقي جاي كمان، دوري ابطال افريقيا انت فزت بيه، رايح كاس العالم للانديه. فالاهلي من الصعب ان هو يخسر المباريات اللي جايه، عنده 8 مباريات طبعا ولا اهم، لكن كل الفرق خلاص قدامها 3 مباريات. صحيح. فقط، فمن الصعب
ان الاهلي طبعا مباراه مهمه جدا، ولكن اتوقع ان الاهلي سيفوز على فيوتشر. شايف ان كولر هيستمر في عمليه تدوير اللاعبين على مستوى التشكيل؟ بص، كولر من المديرين الفنيين الاذكياء جدا. ايوه جدا. كولر ليس بالمدير الفني العالمي، وما هواش المدير الفني اللي جاي عنده يعني ثعلب اوروبا او عنده صولات وجولات في افريقيا مثلما فعل موسيماني مع الاهلي وقبل ان يدرب النادي الاهلي، ولكن في النهايه كولر نجح ان هو يصنع مشروع سويسري جديد. أيوة. بعد ما فايلر اشتغل على الارض مع النادي الاهلي ثم رحل بعد اهداء بطوله الدوري لموسيماني والاهلي، فكولر مدير فني ذكي بمعنى ان هو قدر واستطاع ان هو يعطي اكثر من فرصه لاكثر من لاعب على مستوى النادي الاهلي، ان هو يعيد ترتيب اوراقه. تعالى يا قفشه وريني امكانياتك. قلت لي قفشه وشريف تعالى وريني نفسكم انتوا الاثنين ايه الثنائيات اللي موجوده في الاهلي. كهربا نجم الشباك اللي عليه الازمه. صحيح. والزمالك والحكايه والروايه والحدوته، تعالى يا كهربا شوف الدنيا. فالراجل ادى، حتى بيرسي تاو ادى له فرصه كراس حربه. صحيح. وكجناح طائر. فالراجل عنده سياسه ان انا عايز اشوف كل اللعيبه. صحيح. عايز كله يبقى جاهز عشان اقدر اختار واصل للتوليفه الاساسيه. صحيح. في ظل صعوبه الحصول على صفقات جديده خاصه على مستوى المهاجم السوبر. فاتوقع ان كولر هيستمر في سياسه التدوير، واتوقع ان هو هينجح خلال الفتره القادمه على مستوى ارضاء طموحات جماهير واداره الاهلي. السؤال الاخير، فيوتشر مهدد بفقدان المركز الثالث بجدول الدوري بعد الهزيمه الاخيره امام المصري، بتشوف فرصه عامله ازاي؟ يعني في دقيقة واحدة بس قبل الموجز. الفرص قائمة جدا ما بين فيوتشر والزمالك، الاثنين يعني خلاص هو فرق نقطة تقريبا ما بين الاثنين، فبالطبع لعبة القط والفأر هتبقى موجودة في ثلاث مباريات القادمة، ولكن أنا شايف إن فرص فيوتشر هتبقى أفضل من الزمالك. الزمالك عنده مباريات مهمة جدا على رأسها مباراة القمة الأهلي، يعني فيوتشر هيخلص الأهلي النهاردة هيلاعب الزمالك. ففيوتشر والزمالك انا اعتقد انها هتكون المباراه الفاصله في من سيحصل على المركز الثالث. صحيح. في الدوري الممتاز في هذا الموسم. ففيوتشر طبعا يعني صحيح. حدث ولا حرج، مباراتين ولا اهم، يعني هو داخل معسكر كده اسبوع هيطلع من الاهلي على الزمالك، القطبين ولا احلى يا حبيبي ولا احلى. فخلاص، فاعتقد ان فيوتشر مباراته مع الزمالك ستحسم بشكل نهائي أوراق كثيرة جدا صاحب المركز الثالث. صح. شكرا لك الأستاذ سامح سمير الناقد الرياضي، نورتنا وشرفتنا في استوديو صباح الخير مصر. ألقيت الضوء على يعني مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وأيضا مباريات منتخبنا الأولمبي في بطولة أفريقيا. شكرا جزيلا لحضرتك نورتنا. أشكرك وصباح الخير عليك وعلى السادة المشاهدين، وإن شاء الله نتفائل بمنتخب مصر الأولمبي ونيجي ونحتفل بالوصول لأولمبياد باريس بإذن الله. متفائلين بإذن الله. شكرا جزيلا لحضرتك. ودلوقتي نسيب حضراتكم مع موجز الأهم وآخر الأنباء بصحبة زميلتنا دينا شرف. دينا، شكرا لك مصطفى. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تواصل مصر تسيير رحلات جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن، وكان جموع الحجاج من غير المتعجلين قد أدوا طواف الوداع حول الكعبة المشرفة بعد فراغهم من رمي الجمرات الثلاث في مشعر منى بمكة المكرمة، إذانا بختام مناسك الحج لهذا العام. تصدت قوات الدفاع الجوي السورية لهجوم إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة حمص، ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر عسكري قوله إن قوات الإسرائيلية شنت الهجوم فجر اليوم من اتجاه شمال شرق بيروت، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن خسائر مادية فقط. أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف 322 شخصا على خلفية أعمال الشغب في فرنسا، وأفادت الشرطة بتسجيل حوادث في باريس ومارسيليا وليون. وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قد أعلن تعبئة نحو 45 ألفا من عناصر الشرطة للتعاون مع أعمال الشغب. أكدت روسيا مقتل أكثر من 200 جندي أوكراني وتدمير 5 دبابات و8 ناقلات جنود مدرعة عقب إحباط هجوم مضاد للقوات الأوكرانية قرب بخموت. ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية عن مصدر عسكري أن قوات الإنزال الجوي الروسية
تصدت للقوات الأوكرانية في المنطقة الرمادية بمساعدة طيران ومدفعية القوات الجنوبية الروسية، كما تمكنت من إسقاط أكثر من 10 طائرات بدون طيار. أوضحت هيئة الأركان العامة العسكرية الأوكرانية أن أكثر من 30 اشتباكا قتاليا وقع في جبهات ليمان وبخموت ومارينكا خلال 24 ساعة الماضية. وأضافت هيئة الأركان في بيان أن القوات الروسية شنت خلال 24 ساعة الماضية 22 غارة جوية ونفذت نحو 60 هجوما براجمات الصواريخ على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان. أعلنت النمسا عزمها الانضمام إلى مشروع درع السماء الأوروبي الذي أطلقته ألمانيا في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وشددت النمسا في الوقت نفسه على أن هذه الخطوة لا تؤثر على وضعها كدولة محايدة. وطلب المستشار النمساوي كارل نيها مار بضرورة اتخاذ احتياطات لحماية بلاده من مخاطر التعرض لهجمات بصواريخ أو بطائرات مسيرة. ورياضيا، تأهل المنتخب الأولمبي لكرة القدم إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المقامة في المغرب والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية القادمة باريس 2024 بعد فوزه الثمين على نظيره منتخب الجابون بهدفين دون رد. ورفع الفوز رصيد المنتخب الوطني إلى 7 نقاط ليحافظ على صدارته للمجموعة الثانية ويحسم تأهله لدور نصف النهائي ويصبح قريبا من بلوغ أولمبياد باريس 2024، فيما ظل منتخب الجابون بدون رصيد من النقاط في المركز الرابع والأخير. وسيلتقي منتخب مصر متصدر المجموعة الثانية في دور النصف النهائي مع منتخب غينيا وصيف المجموعة الأولى. ختم موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وخلينا نقول إن امبارح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أعلن عن وصول الحوض العائم فخر القناة، وده تمهيدا لضمه لترسانة بورسعيد البحرية بعد نجاح عملية مروره ضمن قافلة الجنوب في عبور خاص جدا. طبعا مش عايزين نقول إن ده كان يعني في رحلة قادم من ترسانة في كوريا الجنوبية من أجل الانضمام إلى الحوض في بورسعيد. خلينا نتعرف أكثر على تفاصيل عن هذا الحوض العائم فخر القناة، ومعنا على الهاتف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك في صباح الخير يا مصر. أهلا بك يا فندم، حضرتك كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. عايزين نعرف يعني ما هو الحوض العائم فخر القناة، ولماذا انضم إلى الترسانة في بورسعيد؟ الحقيقة أن الحوض العائم ده يستخدم في إصلاح وسائل السكن، ودي خدمة من الخدمات اللي احنا لازم نقدمها ونرفع من قدراتها للسفن بتاع مكان السويس، لان بعض السفن ساعات بتحتاج عملية صيانة والاصلاح لحاجة الاعطال او الاصابات تحت خط الماية، واللي تحت خط الماية ده لازم تترفع السكينة كلها على حوض ما تبقاش في الماية، يعني تبقى حوض بيقف وتطلع فيه، وبعد كده تتم عملية الاصلاح تحت خط الماية. فاحنا كان عندنا حوض بس القدرة بتاعتها كانت من 5 طن لغاية 25,000 طن، واحنا زودنا كمان بقى الحوض الجديد ده 35,000 طن عشان تبقى نقله نوعيه لقدرات ترسانه بورسعيد، ونرفع القدرات بتاعه الاصلاح والصيانه بتاعه ترسانه بورسعيد لل 35,000 طن، وده برضه هيتيح ان احنا ننوع مصادر الدخل بالنسبه لقناه السويس، ما نعتمدش بس على العائد من عبور السكن، لا بنزود المصدر الدخل، نقدم خدمات، يبقى نشوف اللي بتيجي والتوكيلات بتاعتها والخطوط دي بتشوف احنا داخلين على مكان هنعبر قناه السويس، ايه الخدمات اللي ممكن تقدمها لنا؟ هل في مثلا خدمه تموين نقود؟ اه بقى في خدمه تموين نقود بالظبط. هل في خدمه جمع مخلفات الصلبه والسائله في قناه السويس قبل ما اخش القناه؟ ايوه في موجوده. هل في صيانه اصلاح سفن؟ ايوه موجوده. هنا بقى في صيانه لازم الخدمات كلها تبقى موجوده عشان السفن دي بتعمل عمليه جذب برضه للسفن الجديده ما كانتش بتعبر في قناه السويس. طب ده يعني بلغه الارقام هيفيدنا في كام في المية من السفن اللي ما كناش بنخدمها ومتوقع يدخل لنا قد ايه؟
لا يعني هي بلغه الارقام ممكن نقول ان احنا نزيد من قدرات القناه ان هي تبقى جاهزه ان هي تستقبل سفن اكبر فيها اكبر وفيها مشاكل ممكن عايز تخش احواض قبل ما تعبر قناه السويس. لكن النسبه بالظبط احنا مش نقدر نقول، لكن يعني نقول ان هي مثلا من 5 ل 10%. احنا دايما ما ندورش على النسب دي لان تكون جاهز، بس لو مركب واحده حتى في الكونفوي كله فيها مشكله ولا لقيتش الخدمه دي ممكن تاني مره ما تجيلكش. طب ايه هي الخدمات؟ في مشكله ايه الخدمات اللي ممكن تقدمها فخر القناه وما بتقدمهاش الاحواض الاخرى يا فندم؟ فخر القناه طبعا هيتحمل السفن اللي هي 35,000 طن الحموله بتاعتها. يعمل عمليه اصلاح ليها، يغير اجزاء من البدن، يغير نفاصات، يغير عواميد رقاص، يغير يعمل عمليه اصلاح تحت خط الميه، حاجات كتير جدا من الخدمات طبعا. وحظه قدرات عاليه جدا ان هو يستعمل هذه السفن اللي فيها كل الخدمات اللي ممكن، حتى اصلاح الماكينات ممكن تعمل اصلاح ماكينات موجوده في داخل الحوض، تغيير اجزاء داخل المركب كمان مش لازم خط المايه، يبقى ممكن جوه المركب كمان تعمل لها عمليه اصلاح وصيانه. ودي خدمات احنا بنقدمها على فكره في السويس برضه، فبقى كده عندك انت في السويس انت رساله السويس دي في حوض 55,000 طن، فبقى عندك هنا حوض 55,000 طن وفي الشمال في حوض 35,000 طن، فانت ماسك المدخلين الشمالي والجنوبي. صحيح. بخدمات بتقدمها لصيانه واصلاح السفن. صحيح. ممكن فعلا حد يسال ليه تم وضع ده تحديدا في بورسعيد؟ يعني ما طب مدخل القناه الجنوبي اكثر استقبالا للسفن ولا مدخل القناه الشمالي يا فندم؟ تقريبا متساويين، نسب بسيطه جدا. وطبقا للتوقيتات يعني مثلا احنا دلوقتي بنستقبل من الجنوب اكثر نتيجه ان سفن البترول مشتقات البترول اللي جايه من الجنوب اللي رايحه لاوروبا اكثر شويه. يعني بس طبقا للموقف الاقتصادي الموجود في العالمي الموجود يعني. لكن تقريبا بيبقى النسب كمان مش كتير قوي، الفرق بيبقى 5-6 مراكب عن الشمال عن الجنوب، لكن تقريبا بيبقى متساويين. لكن وضع يعني هذه الترسانه في الشمال مع وجود اخرى في الجنوب ساوى يعني الوضع في الحتتين. الخدمات اللي احنا بنقدمها سواء في الشمال او في الجنوب. تمام يا فندم. تطوير الاصلاحات الخارجيه، هل الحوض العائم ده يعني هيعد الاضافه الاحدث لترسانه بورسعيد؟ يعني هل في اشياء اخرى ربما تنضم لهذا الامر ولا هو الامر الاحدث في بورسعيد على لا هو ده لا مش بس كده، هو الاحدث. لكن احنا دلوقتي بنبني كمان 3 قطرات بالتعاون مع الصينيين مع شركه جوانزو، كنا متفقين معاهم على 6 قطرات، بنوا 3 هناك في الصين وجم وشغالين دلوقتي داخل الخدمه، وبنبني 3 برضه في ترسانه بورسعيد بالتعاون مع شركه جوانزو الصينيه. الحقيقه ان احنا ما بنبطلش تطوير مع كل العالم مش بس مع حاجه محدده. يعني مثلا احنا عملنا القناقات في هولندا، الصين 6 قطرات بتوع جوانزو، كوريا الجنوبيه دول الحوض العائم، مع اليابان شركه جايكا مثلا بنعمل سفينه انقاذ ان شاء الله يعني تخش خدمه الانقاذ قريب ان شاء الله، مع ترسانه اسكندريه البحريه بنعمل حوض قطرتين 190 طن كوتشات 90 طن مع قطاع خاص، شركه ترسانه الجنوب البحر الاحمر بنعمل 10 قطرات كوتشات 90 طن. يعني احنا مش موقفين على حد، ولا بننوع مصادر التعاون مع العالم كله. زي ما قال سيادة الرئيس لازم ان انت يكون عندك تنوع في مصادر الدخل، ويكون عندك قدرات عاليه جدا في قناه السويس. قناه السويس هي عالميه، لازم تكون القدرات بتاعتها عاليه. بالظبط. كنا عايز اقول لحضرتك ال 10 قطارات اللي احنا بنعملهم مع شركه ترسانه الجنوب البحر الاحمر، احنا كنا طالبين من سياده الرئيس نعمل 4 قطارات، هو قال خليهم 10. صحيح. يعني هو دايما يزود في القدرات، ودايما يوصي بان القدرات بتاع قناه السويس تبقى اعلى قدرات واعلى حاجات فنيه، اعلى قدرات فنيه كمان موجوده في الهيئه. صحيح. طب ده يعني لو اتكلمنا على المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس واستقبالها لمشروعات جديده، ازاي ده بيخدم على ده؟ هل الاثنين بيتكاملوا؟ انا عارف ان الهيئه الاقتصاديه لقناه السويس ربما يكون لها شان مختلف، ولكن بالتاكيد في تكامل ما بينكم. اشكر حضرتك، سؤال جيد. طبعا دي برضه من ضمن الحاجات اللي احنا بنقول عليها، المراكب اللي تيجي تخش شارع بورسعيد او تيجي تخش قناه السويس بتسال ايه الخدمات الموجوده اللي انا ممكن استفيد بيها. يعني سفن جايه تربط في شارع بورسعيد هتنزل بضاعه، يمكن عنده حاجه في الامن انها تحت خط الميه، طب في حوض قريب انا اخش فيه ولا لازم هروح لغايه اخر الدنيا عشان اعملها؟ يعني اروح في الصين ولا اروح، فما يلاقي فدي تخلي جذب السفن بيبقى اكتر. فاحنا لا، في تكامل طبعا. احنا كمان بين الهيئه الاقتصاديه وهيئه قناه السويس، وان احنا بنعتبر ان كل السفن اللي بتخش شارع بورسعيد هي غالبا عابره لقناه السويس والعكس صحيح. فالخدمات اللي احنا بنقدمها خدمات مشتركه، يعني حد خدمه الامداد والوقود دي بالاشتراك مع تعاون مع الهيئه الاقتصاديه،
لا طبعا هي كل المراكب بتخش بقى كل المنطقه اللي داخل فيها او بيعبر فيها بيسال ايه الخدمات اللي انا ممكن استقبلها نتيجه ان انا ممكن يبقى في طارئ محتاجه، ممكن عايز امول وقود، عايز اعمل عمليه اصلاح، عايز المخلفات اللي عندي عايز اخلص منها قبل ما اتحرك. فدي لا الاثنين متكاملين والاثنين بيخدموا على بعض. ومهم جدا ان في خدمات كتير جدا سواء في شارع بورسعيد او في قناه السويس عشان الجهاز بتشوفه جديده صعب قناه السويس او تخش شارع بورسعيد. سؤالي الاخير يا فندم، اذا نظرنا للمنافسين ودايما يعني بنشوف او بنقارن نفسنا بهذا الامر، المضائق الاخرى او القنوات المائيه الاخرى اللي بتقدم هذه الخدمات، هل نعد نحن الافضل عالميا؟ بلا شك احنا الافضل عالميا دلوقتي في مجرى ملاحي الاول في العالم، واقصر طريق ملاحي وامن طريق ملاحي، وخاصه بعد مشروع العملاق اللي اذن بيه سياده الرئيس اللي هو مشروع قناه السويس الجديده. فطبعا احنا دلوقتي بقينا من القنوات الاولى في العالم والمحط كل انظار العالم. يمكن نفتكر ايفر جيفن والناس كلها كانت واقفه متوقفه ونشوف القناه تفتح امتى، احنا محتاجين نقعد في قناه السويس مستصدرين القناه تفتح. فده كله يدل ان لا احنا دلوقتي بقينا الافضل عالميا الحمد لله رب العالمين. بنشكرك سياده الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس على هذه الاضافه، وبالتاكيد زي ما قال سياده الفريق يعني قناه السويس هي الافضل عالميا. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يبخل ابدا ابدا على هذه القناه من اجل تطويرها ومن اجل وجود خدمات فيها بتعد الاحدث، بنشوف دايما الاجدد ايه عالميا او الاحدث ايه عالميا وبنطوره علشان نستقبل. في تكامل كبير ما بين هيئه قناه السويس من جانب، وفي تكامل ايضا ما بين الهيئه الاقتصاديه لقناه السويس المشرفه على عدد كبير من المشروعات المقامه على ضفتي القناه. عموما الايام اللي جايه هنشوف حاجات كتيره جدا بعد التقدم التكنولوجي الهائل اللي حصل في كل المجالات. اخر هذه التطورات كان من يومين في كوريا الجنوبيه لما قاد روبوت، هذا الروبوت اسمه ايفر 6. هذا الروبوت يعني قاد حفل للاوركسترا الوطني في عاصمه كوريا الجنوبيه. تصميم هذا الروبوت ربما بيحاكي هيئه بشريه بوجه وبذراعين وبحس موسيقي مختلف، قدر فيها ان هو يخوض تجربه جديده جدا في عالم التكنولوجيا، وان هو يخلط الموسيقى بالتكنولوجيا في شكل جديد ربما يكون مرعب لبعض العاملين في المجال الموسيقي، ربما يكون شيء مبشر جدا للعاملين في الحقل التكنولوجي. خلينا نعرف تفاصيل اكثر عن هذه التجربه من الناقد الموسيقي الاستاذ محمود فوزي اللي منورنا النهارده عبر الهاتف في استوديو صباح الخير يا مصر. اهلا بحضرتك يا استاذ محمود. صباح الخير يا استاذ مصطفى، عليكم وعلى كل المشاهدين. اهلا بحضرتك. وتجربه جديده في كوريا الجنوبيه بتثبت يوما بعد الاخر ان المستقبل التكنولوجيا. هل التطور التكنولوجي ممكن ياثر على الموسيقى وعلى عالم الموسيقيين؟ احنا بنقول بقالنا فتره ان ده هيحصل، وهيحصل نوع من التطور اللي ممكن يحدث حاله من البلبله في صناعه الموسيقى وتطور الحاله الموسيقيه. تمام، المشهد لو حضرتك شفته هتلاقي انه مشهد يعني يعد مرعب شويه لصناعه الموسيقى، يعني فكره انه التخلي تماما عن العنصر البشري في قياده اوركسترا دي حاجه جديده اول مره نشوفها. لكن لو لاحظت ان هتلاقي هو الموضوع كله مجرد ادخال بيانات. يعني لو لاحظت كويس هتلاقي انه الروبوت في المشهد اللي طلع ما قدامهوش نوته موسيقيه. صحيح. تمام؟ ايوه. هو تم ادخال النوته الموسيقيه ليه على عكس المايسترو، بيبقى شايف النوته الموسيقيه وحاسسها، هو تم ادخال بيانات بالنوته الموسيقيه للروبوت. فقرر يدي اشارات معينه هو متبرمج عليها مع جوده العازفين اللي قاعدين قدامه اللي حافظين النوته، فطلعوا نفس النتيجه. فبالتالي احنا قدام حاله من الـ 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 البرمجه التامه التي تخلو تماما من فكره الابداع الانساني. يعني احنا دايما كنا بنقول ان الروبوتس او الذكاء الاصطناعي هيقدر يعني يشتغل في المجالات اللي هي ليها علاقه زي ما بيقولوا كده بالانجلش بالدونكي ورك او الحاجات الفيزيكال او الحاجات الصعبه، لكن الحاجات الابداعيه دي هيظل الانسان متفوق فيها. فلما ده يحصل ونشوف اللي تشات جي بي تي كمان
بيعمل رسائل ماجستير ودكتوراه وبيكتب مقالات وبيعزف وبيعمل صور، فالموضوع مرعب. طب خليني اسالك برضه بشكل اكثر تخصصا، هو قائد الاوركسترا بيعمل ايه بالظبط؟ ايه قائد الاوركسترا وظيفته ايه تحديدا؟ قائد الاوركسترا الاي دي دي اللي بيبقى شغال بيها يا استاذ مصطفى هي عارف فكره القائد الملهم اللي مين بيعمل ايه امتى، يعني هي النوتة اللي قدامه نوتة عامة للمقطوعة الموسيقية اللي بتعزف. فلو لاحظت هتلاقي دايما عين العازف بتبقى على ايد قائد الاوركسترا. صحيح. يعني امتى بيشتغل وامتى بيقف، هنا في حته، هنا الكمانجات تشتغل، هنا البيانو يقف، هنا الماريمبا تشتغل، هنا الايقاعات تدخل بشكل معين، لو في آلات شرقيه فبيبقى ليها جزء كده فبيشاور الآلات الشرقيه بتدخل في حس معين موجود انساني ده عمرك ما هتلاقيه في الروبوت. طب وهو الروبوت بقى بتاع كوريا الجنوبيه عمل ده بشكل سليم 100% بدون اخطاء؟ يعني هل اكيد عمله بشكل سليم، لانه ما احنا قلنا ما انت لو جبت الكالكوليتر وقعدت عملت عليها حسبه هتديك الحسبه بشكل سليم، لان اوريدي انت كل اللي عملته انك دخلت لها بيانات. هو النوتة اللي قدامه المايسترو بيعملها وهو بيؤديها زي ما هي. ايوه هي بالنسبه له ما بقتش، هي مش موجوده قدام، مش بيقرا نوته. ايوه مش المفروض انه بيعرف يقرا. هو عنده مبرمج بشكل معين بالظبط، ايديه تتحرك بشكل معين، انه في وقفه معينه فلازم يلف فيها يحيي الجمهور. كل الحاجات دي طبعا حاجات مبرمجه لكنها بتخلو من الحس الانساني. مش ده المرعب، المرعب ان احنا بنقول دايما انه تدخل الذكاء الاصطناعي هيبقى بشكل مرعب خلال الفتره اللي جايه في صناعه الموسيقى. رايك ايه في اللي بيعمله الملحن عمرو مصطفى في ان هو بيعمل اغاني او مغنيين بيحييهم بالذكاء الاصطناعي، وعدد كبير جدا من التجارب اللي دخل فيها لتشات جي بي تي في صناعه الموسيقى، ممكن ده يقضي على ناس معينه او صناعات معينه؟ لا لا، انا رافض بشكل تام فكره يعني العبث بالرموز. يعني احنا خلونا يا جماعه نتعامل مع بس الواقع. بس ده بس ده بس ده بقى واقع. بلاش بس ده بقى واقع يعني إيه؟ هو بقى واقع، بقى واقع، يعني اصبح ان يعني انت ممكن النهارده تكتب اغنيه وتخلي عبد الحليم بصوته يغنيها او ام كلثوم وتجيبها على المسرح هولوجرام كمان. ده اللي حصل الفتره اللي فاتت، وتراجع عمرو مصطفى وتراجع غيره بالمناسبه. يعني انا خلونا نجرب في حاجه جديده، ما هو مش منطقي خالص ان انا ممكن الاقي عبد الحليم بيغني اغنيه مهرجانات. ايوه، لانه احنا هنا بنعبس برموز، بنعبس بثوابت يا استاذ مصطفى. ومين قال ان مهرجانات هيغني اغنيه بنفس لونه؟ ايه؟ اغنيه بنفس لونه، كلمات يا ربما كتبت ليه ولم يغنيها، فيغنيها بنفس الايقاع بتاعه، ما حدش قال مهرجانات. هيغنيها لا، انا اقصد ايه؟ انه انت ليه انت ممكن تتخيل انه ليه في لحظه ممكن احط عبد الحليم او ام كلثوم او فريد الاطرش او عبد الوهاب في موقف هم مش طرف فيه؟ يعني الناس دي عملت تاريخها وعملت تاريخ لينا احنا كمصريين في الفن ورحلوا عن دنيانا، خلاص خلينا نتعامل مع اللي موجودين دلوقتي، بلاش نلعب في ثوابت الفن بتاعتنا المصري الاصيل. انت عايز تجرب تجربه جديده بالذكاء الاصطناعي، جربها باي صوت دلوقتي مختلف. واكبر دليل على ده انه حالة الهجوم الشديدة والاستنكار الشديدة من فكرة انه اعادة غناء ام كلثوم للحن جديد اتسببت في وقف المشروع، يعني ما كملش. بس هيكمل في يوم من الايام بشكل تاني ومختلف، ممكن حد للاسف انه هيحصل. بس احنا دلوقتي مطالبين بحاجتين، واعتقد انه في ناس بدأت تشتغل على ده. احنا مطالبين بفكرة تقنين الذكاء الاصطناعي بما يتناسب معانا. يعني لسه من يومين برضو كان في خبر انه الشركه المنتجه لاغاني الفنان عمرو دياب وقفت اغنيه على السوشيال ميديا كانت بتستخدم صوته في ادائها. ليه؟ لانه ده صوت المطرب، ده حقه، ده ملكيته. حصل. فكان في اغنيه نزلت فالشركه قدرت توقفها، بعتت للفيسبوك وبعتت لليوتيوب وقفلت الاغنيه. بس هتفضل موجوده عند ناس ثانيه ممكن تنقلها. طب خليني اقول لك حاجه، يعني الراحل علاء ولي الدين لم يكمل اخر افلامه، لو هو النهارده في 2023
وفي هذا الذكاء الاصطناعي كان ممكن المنتج يكمل مشاهده بشكل زي ما انت شايف. احنا بنشوف يعني حاجات ما كناش نتخيلها يا استاذ. احنا عندنا ازمه يا استاذ مصطفى ان احنا يعني بناخد من التكنولوجيا اسوأ ما فيه. يعني انت لو بصيت نظره يعني متمعنه شويه عميقه شويه في فكره التسقيف الحار للجمهور للروبوت، هم خدوا من الروبوت افضل ما يمكن بالنسبه لهم. احنا بلاش نلجا، ده ما احنا عندنا حاجات كتير جدا ممكن ندخل فيها الذكاء الاصطناعي وفي الفن بالمناسبه وتبقى حاجه عظيمه جدا زي انت بتقول، ممكن نكمل مشاهد حتى او نعمل حاجه جديده. لكن الفكره ان احنا بناخد اسوأ ما فيها. يعني ايه؟ يعني بنضرب نفسنا الاول قبل ما حد يجي يحاول ان هو يبوظ. خلينا نتكلم على ارض الواقع، حضرتك بتقول طبعا احنا بنعمل كده، ولكن خلينا نبقى يعني برضو اكثر واقعي. يعني احنا كان عندنا الاورج بيعمل نفس النغمات، واخد بال حضرتك، ولكن ما زالت الاوركسترا نموذج حقيقي. انا امبارح بالمناسبه كنت في حفل عمر خيرت، كان قدامي اوركسترا مكون من عشرات العازفين بيلعبوا لايف. اللايف مختلف لان في احساس انساني. النهارده احنا في 2023 يا استاذ محمود، السؤال الاخير، 2030 تعتقد ان كام في الميه من المهن الموسيقيه ممكن يختفي؟ مش اقل من يعني لو بنتكلم في 24، لو بنتكلم في 24 مش اقل من 30%. 30% ابرزهم مهن ايه؟ يعني زي ما انت قلت دلوقتي حالا، يعني فكره العازفين ممكن اول فكره تتاثر بشكل مباشر بالاي اي، بعدها بالمناسبة هيتأثر كتابة الأغاني. أي. مش الشعر، كتابة الأغاني هتتأثر، وبعدها مباشرة التوزيع الموسيقي والتلحين. التوزيع الموسيقي ربما الأبرز كمان، هو فكرة مرعبة. أي. يعني أنا لو دخلت 20 أو 30 لحن بطريقة وأداء ملحن معين، الـ AI هيحفظه. وهرجع بعد كده أقول له خد الكلمات دي اديني لحن من روح من الموضوع، الحاله اللي انا اديتها لك دي. أيوه. من ال 30 لحن دول. صح. هيطلع منهم لحن بالظبط. فاحنا قدام يعني امر مرعب بالظبط. لا، وخصوصا ان احنا عندنا في عالمنا الشرقي كل موسيقي ليه بصمته. يعني محمد فؤاد بيغني بشكل معين، حمائي بيغني، عمرو دياب بيغني بشكل معين. فانت لو قلت له غني بطريقه محمد فؤاد هيغني بطريقه محمد فؤاد، وهيقول بنفس الاسلوب، وهيديك لحن كمان، وهيديك لحن باسلوب محمد فؤاد او باسلوب الملحن اللي لحن محمد فؤاد، لانه هو عنده المقدره انه ياخد منك داتا ويطلعها لك بشكل جديد. أيوة. فانت عندك الموزع الموسيقي، الالات الموسيقيه اللي بيستخدمها الموزع، انت لما تقول له أيوة. خد شكل التوزيع ده اكتر من شكل توزيع معين. صحيح. وجيت بعد كده طلبت منه انه ينزل لك الاغنيه بنفس الشكل، هيطلعها لك بنفس الشكل. صحيح. استخدام نفس الالات الموسيقيه. يعني انت شايف ان 30% من المهن الموسيقيه ممكن يختفي بحلول 2030. صحيح. بنشكرك استاذ محمود فوزي الناقد الموسيقي. انا معاك، التجربه مرعبه جدا ان روبوت يقود مايسترو بشكل اذهل الحاضرين، وبشكل ربما الناس كلها كانت تقول لك ان المهن الابداعيه استحاله يخش فيها الذكاء الاصطناعي. النهارده الذكاء الاصطناعي بيتحدى الجميع وبيخش في المهن الابداعيه، وتشات جي بي تي بيكتب مقالات وبيلحن، وكمان في روبوتس ممكن تقود اوركسترا كامله. على اي حال خلينا ننتقل لخبر اخر بعيدا عن هذه الاخبار، ونروح لخبر مفرح من الاخبار المفرحه اللي كانت في عيد الاضحى المبارك، افتتاح السيرك القومي في مدينه العريش. السيرك القومي اللي افتتح في مدينة العريش بعد أكثر من 13 سنة من إغلاق، ونتيجة الأحداث اللي مرت بها هذه المدينة الواقعة في شمال سيناء بعد عدد كبير من الهجمات اللي كانت فيها. والحقيقة أن المشروعات التنموية اللي حصلت وبتحصل دلوقتي على قدم وساق هي اللي أعادت هذه المدينة للحياة في كل المجالات، وربما المجال الثقافي والفني كان على قمة هذه المجالات. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر بخصوص افتتاح السيرك القومي في مدينة العريش. الأستاذ أحمد الشافعي رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية معنا عبر الهاتف. أهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد. أهلا، صباح الخير وكل عام وأنتم بخير. كل سنة وحضرتك طيب وألف مبروك. نتعرف على قصة سيرك العريش وسمعته
وأهمية وجوده لأهالي العريش مرة تانية؟ هو السيرك القومي لا سيما سيرك العريش هو أحد مكاسب وزارة الثقافة، وزي ما حضرتك قلت هو السيرك في العريش منذ عام 98 لحد 2010 وتوقف لمدة 13 عام نظرا للأحداث اللي تمت بمحافظة شمال سيناء وبالأخص مدينة العريش. كان في اهتمام وتنسيق متبادل ما بين وزارة الثقافة من خلال الدكتور أنتين الكيلاني والسيد محافظ شمال سيناء السيد اللواء محمد عبد القادر شوشة إن يكون في عودة للسيرك القومي هذا العام، فكان في تنسيق متبادل ويتزامن الافتتاح مع أول أيام عيد الأضحى المبارك. عايز أقول لحضرتك قد إيه كان أسرة السيرك القومي سعداء بإن هم بيحضروا طبعا مع أهالي مدينة شمال في سيناء عطش. في حالة عطش مدينة طبعا العريش طبعا إن هم يقدموا فقراتهم وإن هم يحضروا العيد ويقدموا السيرك القومي مع أهالي شمال سيناء في فعاليات فنية شديدة الجمال، وكان في حضور مكثف كبير. يعني احنا تم رفع شعار كامل العدد منذ أول يوم، احنا يوميا في تزايد في الأعداد والإقبال، في تعطش كبير لمشاهدة الألوان الفنية في مدينة العريش. طبعا الحضور كان مكثف، سيادة المحافظ شرفنا بحضوره أول يوم، كان الافتتاح أول يوم عيد الأضحى. سيرك العريش هو أحد ثلاث شركات بتقام خلال فعاليات العيد سواء كان في القاهرة أو في مدينة جمصة محافظة الدقهلية والعريش. يعني طبعا السيرك القومي دايما معروف بنسب رواده باعتباره فن جميع الأعمار السنية. ده حقيقي. إحنا سعداء جدا إن إحنا هنتواصل إن شاء الله بتقديم فقرات السيرك القومي. والله والله وأنا سعيد إن أنا لما أسمع يعني إن مدينة العريش اللي كنا ربما بنسمع يعني عنها أخبار في اشتباكات أو وجود جماعات متطرفة، النهاردة بنشوف فيها السيرك بيفتتح وفي أول أيام عيد المبارك. طيب أنتوا أهلتوا السيرك ده قد إيه عشان يعود، وخصوصا أن افتتاحه في أول أيام عيد الأضحى كان هو الـ يعني برضو السبب في أن أهالي العريش ينتظروه بفارغ الصبر ويكون كامل عدد. أهلتوه في قد إيه وخليتوه يرجع في قد إيه، وهل حيفضل في العريش بهذا الشكل بنفس الطاقم؟ هي الخيمة يعني هو أولا في تنسيق متبادل مع المحافظة ووزارة الثقافة. هو كان في يعني على مدى شهرين كان في تنسيق متبادل، وكان في زيارات من قبل السادة المسؤولين عن وزارة الثقافة والبيت الفني للفنون الشعبية في مدينة العريش. تم رفع الخيمة وتم رفع كفاءة الخيمة من تجهيزات فنية وعمال، و اللي هي الارض ديت اساسا تابعه للبيت الفني للفنون الشعبيه منذ عام 98. تم التجهيز وتم الاعداد، وبعدين احنا كمان الجميل في مدينه العريش ان قد ايه هي بقت امان جدا، يعني الناس بتتجول والناس بتنزل على الشواطئ والناس بتنزل الاسواق، يعني الناس حاسه ان هي في امن وامان بشكل كامل جدا، خاصه وان احنا سبق ليا انا شخصيا زياره مدينه العريش عندما كنت رئيس الوزراء المركزي للشؤون الفنيه بهيئه الصوره الثقافه، وقدمنا اعياد تحرير سيناء بحضور اكثر من فرقه فنون شعبيه على قصر ثقافه العريش، وبحضور اربع محافظين كان منهم معالي وزير الثقافه ووزير الشباب والرياضه والتضامن الاجتماعي والتنميه المحليه واستاذ محافظ شمال سيناء. يعني العريش بقت مدينه عاديه جدا فيها من الامن والامان. يعني ده يعني ده هيستمر يا استاذ احمد، هيستمر في العريش لفتره؟ هيستمر طبعا، هيستمر والكرو طبعا، والكرو ده هيفضل كرو العريش مش هينتقل لمحافظه ثانيه. بالظبط يا فندم، واحنا مستمرين بفعاليات السيرك، وحتى ان شاء الله شهر نهايه شهر اغسطس بنقدم فقرات السيرك القومي، وان شاء الله فعاليات هتتزامن باذن الله فنيه لتعطش مدينه العريش واهلها بالفعاليات الثقافيه والفنيه ولوصول الخدمه والعداله الثقافيه خارج القاهره للمناطق الاكثر احتياجا. كلنا عارفين ان السيرك ده يعني فن غربي او فن اوروبي نشا هناك وجالنا لمصر، وفي حاله من حالات الابداع والابهار يعني بتبدا من الاطفال وبتمتد لكبار السن اللي بيحبوا يتفرجوا على الحيوانات وعلى الالعاب الخطره وعلى وعلى، الى اي مدى احنا تقدمنا وقللنا الفجوه ما بيننا وما بين السيرك الاوروبي؟ انا بشوف السيرك المصري وبشوف السيرك الاوروبي وفي فرق كبير يا استاذ احمد، نقلل الفجوه ازاي
روشتة من حضرتك؟ هو السيركل القومي المصري هو بيقدم فنونه وهو له جماهيره الخاصة. بالنسبة للفرق ما بين السيرك المصري والسيرك الأوروبي، احنا عندنا فقرات شديدة التميز وعندنا لاعبين بتكتسب خبرات. انا ما بنكرش ده خالص، بس انا بقول نقلل يعني عندنا ايه عشان نطوره. نصايحك ايه بالطالب ايه المسؤولين؟ بالعكس انا متضامن معاك جدا وعارف ان احنا بنعمل افضل ما عندنا، ولكن يمكن في امكانيات عندك مش واضحه نوضحها للمسؤولين عشان نوصل لمستوى السيرك الأوروبي. ده قصد سؤالي. لا، هو حضرتك احنا عندنا فعلا فقرات متميزه. احنا محتاجين دورات تدريبيه انها تتم ما بيننا وما بين الشركات العالميه. محتاجين ان احنا طبعا قائمين على ان احنا بنزود فقراتنا وبنرفع كفاءه اللعيبه. طبعا الاطفال محتاجه ان هي تتدرب منذ الصغر، علشان فن السيرك زي فن الباليه لازم يبدا منذ السن المبكر علشان يقدر بعد كده لما يكبر يكتسب المهاره والخبره المناسبه لتقديم الفقره بحرفيه شديده. عندنا لاعبين كتير وعندنا فقرات كتير وبيتم استحداثها، وطبعا احنا مطلعين على الشركات الاجنبيه، وفي عندنا من اللعيبه اللي بيشاركوا في مهرجانات دوليه من خلال القطاع على قطاع الخارجيه تقدم فقراتها، وبالتالي بتكتسب خبرات برضه وبتيجي تحاول انها تنقلها وتحاول انها تقدمها. واحنا يعني ان شاء الله هنقدم كل الدعم. انا توليت البيت الفني للفنون الشعبيه منذ شهر، ان شاء الله هنقدم كل الدعم لزياده فقرات السيرك ورفع كفاءه اللاعبين، ونشوف التجهيزات الخاصه بيهم او رفع كفاءه تجهيزهم بالمعدات وبالملابس، وان شاء الله الى الافضل. يعني احنا برضو عندنا سيرك متميز جدا في المنطقه طبعا، ولو حضوره ولو جماهيريته ولو نسبه كمان رواده اللي بتحقق ايراد عالي. يعني من ضمن الرواد الناس اللي بتيجي تتفرج على الوان الفنون الشعبيه، لان السيرك يعتبر من الوان الفن الشعبي المبهره جدا. بيجيب عائد برضه مادي كويس جدا، نظرا لنسبه حضوره زي ما حضرتك قلت ان هم بيقدر يتابعوا جميع الاعمار السنيه منذ الصغر وحتى الكبر. صحيح. بنشكرك يا استاذ احمد، وبنتمنى ان السيرك المصري يعني يعمل شغل عالي ويبقى من اهم الوان فنون السيرك في العالم مش بس في المنطقة، وأنه يجتذب كل ألوان القادمين إلى مصر وحتى الرواد في هذا المجال. أستاذ أحمد شافعي رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، شكرا جزيلا لحضرتك. خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقرتنا معاكم في صباح الخير يا مصر. ومن العريش للعاصمة، وضمن الاحتفال بمرور 10 سنوات على ثورة 30 من يونيو، كان في فعاليات من نوع مختلف في واحدة من أهم إنجازات الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة. هذه الفقرة مخصصة يا جماعة للمدن والأحياء الجديدة البديلة للعشوائيات. هذه المدن في الحقيقة يعني لم تقتصر أو لم يقتصر إنجازها على مجرد الأسمنت وعلى مجرد الحوائط والعمارات والإنشاءات، ولكن هذه المدن تخطت لفكرة بناء البشر. عملت إيه؟ ما عملتش بس شباب اتنقلوا أو أسر اتنقلت من مناطق عشوائية لمناطق نظيفة وأمنة، لا، هي عملت برامج ثقافية وعملت برامج فنية وعلمت أهالي هذه الأحياء حرف تقليدية وحرف يقدروا يكسبوا منها عيش. وكان في أيضا برنامج هام خلال أيام عيد الأضحى المبارك واحتفالات 30 يونيو، هنتكلم برضو كمان عنه بالتفصيل مع ضيفتنا الأستاذة جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمنسق العام للمشروع الثقافي لمناطق أو للمناطق بديلة العشوائيات. صباح الخير فندم، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. ربما القصة بتاعة بناء الإنسان واللي اتكلم عنها سيادة الرئيس أكتر من مرة بيتم تجسيدها بشكل كبير جدا في قصة انتقال الأسر من مناطق العشوائية إلى المناطق الأمنة. أنا شخصيا من سكان المقطم وشفت الطفرة اللي حصلت في الأسمراتية بعيدة عني شوية، ولكن يمكن بمر عليها من فترة للتانية. أنا بشوف شباب بتلعب كرة قدم وبشوف أحواض سباحة بيتم التدريب فيها قدام عيني، يعني في الطريق اللي بيمشي في الطريق بيشوفها، وبشوف فعاليات فنية وغنائية وثقافية، وبشوف ناس بتتعلم حرف تقليدية. بالتأكيد الناس دي اللي عايشة في الأسمرات لما كانت في مناطق العشوائية ما كانش فيها هذه الأمر، ما كانش الأمر منظم من قبل الدولة بهذا الشكل. كلميني عن التجربة الإنسانية دي. أولا أنا بهني النهاردة الشعب المصري ب 30 يونيو،
وبقول فعلا ان من اهم مكتسبات الثورة هو القضاء على العشوائيات. أي. تطوير وتنمية العشوائيات طبعا بياخد وقت طويل. صحيح. وخطط تنفيذية على أرض الواقع، لأنها خطط متوسطة المدى وفي قريبة المدى، ولكن أقدر أقول أنه بالخطط التنفيذية بس بربي جيل جديد. بالضبط، الخطط التنفيذية اللي تم وضعها حسينا أنه في نقلة نوعية حصلت وفي استجابة كبيرة جدا. هنا بنقول أنه الدارسين والباحثين إيه اللي حصل؟ إن هم فعلا في أشد احتياج للنقلة النوعية دي. هم كانوا متعطشين لده، متعطشين للاهتمام بالفن والثقافة. عشان أبدأ إن أنا أطور في الإنسان وأبني طفل صغير بالفن والثقافة، أقدر أعدل سلوك بالفن والثقافة من خلال العناصر الثقافية اللي موجودة. خليني برضه أقول لحضرتك إنه طول الفترة دي إحنا بنعمل برامج، والبرامج التنفيذية دي للطفل بداية من 7 سنين لحد 18 سنة. طب الكلام النظري جميل ومحترم وهايل، إديني نماذج وبالمثال يتضح الشرح. كوننا فرق للأسمرات، فرق أي. فنون شعبية على مدى 4 سنين، عملت فرق كورال. إيه؟ شفتي عرضت تأثيرها؟ أي. عرضت وشفنا تأثير المؤشرات الكيفية مهمة جدا، بأهم من المؤشرات الكمية. طبعا المؤشرات الكمية لها دورها، ولكن المؤشرات الكيفية في تعديل السلوك مهم جدا. الطفل بدأ هو يهتم بأن هو يجي للقصر الثقافة، وبدأ أن هو يندرج جوه الحياة الثقافية، بدأ يعدل من سلوكه، بدأ حتى الندوات الثقافية اللي موجودة. كلمتي معاهم؟ اتكلمنا معاهم، ده مقدا احنا عايشين. قالوا لك يعني مثلا طفل بدل ما يشوف أقرانه في سن معين، أو صبي بيتعاطى مخدرات، لا يروح يلعب كورة وينضم. صحيح. واحدة بدل ما تشوف نماذج سيئة تروح تتعلم حرفة أو تطلع على خشب. يعني كلميني عن نماذج دي، نماذج الإنسان بدون ذكر أسماء، بس أنا عايز أتكلم عن تجاربك. الأطفال هم طبعا ما هو التعامل معاهم من خلال العلاقات الاجتماعية كان مهم جدا، إن احنا نبرز دور العلاقات الاجتماعية الإيجابية والسلوك الإيجابي. وإن مثلا إنه ما يحصلش في أي مشكلات فيكون تأثيرها إن هم يضربوا بعض إلى حد ما ضرب مبرح، العنف. بدأنا نحس بأنه في تغيير حقيقي على أرض الواقع. ثقافة الاعتذار بقت مهمة جدا بين الطفل والطفلة أو الطفل والطفل التاني. البرامج اللي احنا كنا بنحطها مع طبعا التشبيك مع مؤسسات الدولة كلها، فكانت كلها بتجني ثمار لسلوكيات إيجابية مهمة جدا. حسينا أنه التغيير بقى واضح وملموس على أرض الواقع. أهم هذه البرامج كانت إيه؟ كانت طبعا زيارات المتاحف الأثرية، وبرامج لبلدنا في عيون أطفالنا، وكان فيها وعي ومواطنة. الطفل بدأ لما راح الأماكن دي بدأ يقول أنا نفسي أبقى ضابط. في الأول ما كانش بيقول ده، بدأ ان هو يتطلع لافكار كتيره قوي. يعني ايه مواطنه؟ يعني ايه ان هو يعني ايه بلد احافظ عليها؟ حب الوطن. لما راح بانوراما اكتوبر هو ما كانش يعرف حرب 73، كان بيشوفها في التلفزيون، لكن لما شاف بانوراما اكتوبر وشاف الرحلات الميدانيه اللي احنا كنا بنزورها، بدايه القاهره التاريخيه، المتاحف الاثريه كلها، فبدأ إنه هو يحس إنه جزء من منظومة من أبناء الجمهورية الجديدة. هو عايز يبقى حاجة، عايز يتطلع للمشروعات الجديدة. بدأنا نعمل برنامج للتحول الرقمي، إزاي يعمل إنه هو بقى جزء من منظومة رقمية، إزاي يحول المنهج بتاعه إلى رسوم متحركة فيفهم أكتر، وده من خلال دكاترة يعني أخصائيين في التحول الرقمي. خليني أقول لحضرتك برضو إنه الطفرة والنقلة النوعية دي ما حصلتش بس في الأسمرات. إحنا طبعا منظومة القضاء على العشوائيات كانت المحروسة، أهالينا، روضة السيدة، حدائق أكتوبر. طبعا كل منطقة بتختلف بخصوصيات. مجرى العيون خلصت ولا لسه؟ هو المفروض ان لسه، بس احنا بنتكلم على روضة السيدة اللي هي كانت تل العقارب سابقا. أي. تل العقارب سابقا، نقول بعض المشكلات المجتمعية احنا بنواجهها من خلال البدايات الاستراتيجية. انا شفت المنطقة دي قبل وبعد. فهنا انا بتكلم. أي. على ان دي استراتيجية لبناء الانسان. البرامج اللي احنا بنحطها كوزارة الثقافة، توجيهات معالي الوزيرة،
رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وضعنا خطط للطفل لتحسين جودة حياة أهالي الروضة، وفي نفس الوقت كمان احنا بنعمل استراتيجية لتمكين المرأة دي وفقا لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة. تمكين المرأة وتدريبها وصولا لانها تقدر تعمل حرفة، تمتهن حرفة وتبدأ تسوقها، دي كانت حاجة مهمة جدا. بخصوص الحرف عايز اعرفها وعايز اعرف بيعملوا ايه وبيكسبوا قد ايه والدولة بتنظم ده ازاي؟ يعني ايه بتنظم ده ازاي؟ يعني بتعمل لهم معارض بتسوق لهم؟ هو احنا لسه في مرحلة التدريب في الفترة ديت، بنحاول ندرب بقى الحرف التراثية، بعد كده بنقول انه بنعمل معارض وبنعمل جزء منها مرحلة التدريب في تل العقارب ولا في كل المناطق العشوائية؟ لا في كل في بعض المناطق، في احنا تم فعلا ناس بدأت تطلع لمجال التسويق وتبقى ليها مصدر دخل مثلا 1000 جنيه 2500 3 من خلال الحرف التراثية اللي موجودة، أشغال الخيامية، أشغال الخرز، أشغال التريكو، وطبعا ده مرتبط بالمناسبات الاجتماعية. مثلا في فترة الشتاء ممكن بنعمل حاجات تراثية. مش متأخرين، أعتقد إن في مناطق كتير في مناطق كتيرة اتسلمت ومفروض أنكم تشتغلوا على القصة دي معاهم. يعني ده احنا بنشتغل من فترة من حوالي 4 سنين، لكن في الأثمرات طبعا الطفرة الموجودة والنقلة النوعية حصلت مع تمكين المرأة في بعض الحرف التراثية وفي الخيامية والشنط اللي هي التريكو، وبدأوا فعلا يسوقوا. برضو خليني أقول لحضرتك بالنسبة للمحروسة بدأوا يسوقوا، لسه هو الفكرة أن هم نحاول نستقطبهم ونجذبهم ونقنعهم بأنه فعلا ده حاجة ليهم. ده التحدي؟ ده التحدي الصعب. طب وبتعملوا يعني آلياتكم إيه؟ احنا بنحاول نجذب الطفل والام، فبنحاول ان احنا نجيب طبعا اخصائيين في مجال. هل ده باشتراك؟ هل بيدفعوا فلوس؟ لا طبعا، لا 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 لا، من عناصر الاستدامه في المناطق. مش باشتراك طبعا. هي طب بنعمل ايه عشان نجذبهم؟ يمكن احنا طريقتنا مختلفه. وجود خدمات ثقافيه في المكان، احنا بنقول لهم ان وزاره الثقافه والهيئه العامه لاصول الثقافه ايه هي الخدمات الثقافيه بتاعتنا، هما بيتعرفوا على الخدمات ديت، فبيحاولوا ان هم يجوا النهارده وبكره. بنبقى خطه تنفيذيه على مدى ربع سنويه، وبنحاول بقدر الامكان ان هم يكونوا متواجدين معانا بحب. يعني انا مش بكبر حد، ولكن هي حاسه ان ابنها بينزل علشان ياخد البرنامج بتاعه. صحيح. وفي نفس الوقت انه هي نفسها بتحاول تتدرب، يبقى تمكين للمراه. يعني احنا نزلنا لهم في العيد عشان نصنع صناعه البهجه والفرحه معاهم، ونعرفهم ايه هي ثوره 30 يونيو. طبعا مهم جدا ان انا اوعي الطفل بالمنظومه والمشروعات القوميه. صحيح. وفي نفس الوقت انا معايا الام صحيح. نفسها حتى تروح يبقى عندها حاجات ترويحيه الى حد ما. أيوة. يعني مش بس انها فرص التمكين، وطبعا بالتعاون والشراكه. صحيح. مع مؤسسات الدوله، المجلس القومي للمراه، يعني وزارة التضامن. انا متفق معاك، الكلام جميل وبنقرا كتير عن القصص وبنتكلم عنها كتير في الميديا، ولكن لو كان في معوقات ان احنا نقدر نجتذب كل الاهالي. الحمد احنا لله. محتاجين نشتغل على ده. اعتقد ان احنا الدوله عملت اللي عليها، بنت المناطق ونقلت الاهالي. قصه بناء الانسان اعتقد انه مشروع قومي محتاج الى اعاده نظر ومحتاج الى شغل اكتر وتشبيك على الارض وتشبيك ما بين الوزارات. صحيح. وايضا دعايه كمان على الارض مع وفي نفس الوقت الاعلام كمان بيجي معانا شريك. صحيح. وبينقل لنا كل الفعاليات اللي موجوده في الخياله. الاعلام مش مؤثر خالص في القصه دي يا دكتوره. دكتوره الاعلام مش مؤثر الحق. لا معانا في لكن احنا محتاجين نشتغل اكتر على قصه بناء الانسان. طبعا بنشكرك دكتوره جيهان حسن، مدير عام ثقافه الطفل المنسق العام للمشروع الثقافي لمناطق بديله العشوائيات، كلمت معانا عن فكره بناء الانسان وفكره ما يحدث على الارض في المناطق البديله العشوائيات. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا لفضلك. شكرا جزيلا. كده خلصت حلقتنا النهارده، نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد. بنصبح عليكم مره ثانيه، صباح الخير عليكم جميعا، وصباح الخير يا مصر.